اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم جراحات السمنه. جراحه السمنه في كلمتين دلوقتي مرتبطين بيها مهمين جدا على المستوى العلمي وبالتالي على المستوى الاعلامي، الحقيقه والخيال. الحقائق العلميه طريق واحد ما فيهوش تاني. حقائق علميه يعني هنشرح ما يرتبط بجراحه السمنه من ناحيه العلم بيقول ايه، الانديكيشن، المشاكل، كيفيه التعامل معاها، كلمة حقيقة واضحة جدا. لكن الخيال بقى أو الأكاذيب أو الخرافات أو الفتي أو التخيلات أو الأوهام أو الطموحات اللي ملهاش واقع، كل دي مسميات لكتير من الحاجات اللي بتواجه سواء مريض جراحة السمنة أو جراح السمنة نفسه. بيواجه كتير من الأفكار اللي جايه له مغلوطة، وكتير من الاحتمالات والأوهام والأمنيات اللي في قلوب وعقول بعض الناس اللي ملهاش واقع علمي. بس السؤال، مين اللي فرض هذه الأوهام؟ مين اللي قالها؟ هل اللي قالها إعلام ولا اللي قالها ناس عندهم رغبة في التسويق لنفسهم بدون واقع علمي؟ ده كله النهاردة هيطرح. النهاردة هنحط خط فاصل ما بين حاجتين، بين الحقيقة والأوهام أو الخيال في عالم جراحة السمنة. النهاردة لقاء خاص جدا مع واحد من الأسماء القديرة البارزة في عالم جراحة السمنة، ما شاء الله له الكثير جدا من التواجد على المستوى الأكاديمي، على مستوى الإعلامي، على مستوى الأداء البرفورمانس نفسه لجراحات السمنة. طور الكثير من المفاهيم عند المتلقيين، والحقيقة قدم أداء خاص جدا جدا على المستوى الأكاديمي في هذا المجال، وصار بفعل واحد من الأسماء البارزة في الصفوف الأولى لعالم جراحة السمنة، وأكيد من المدافعين بقوة عن كل الحقائق وأيضا الدارئين لكل الأوهام. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم. هل يحق للمريض أن يتأكد ويسأل؟ أنت دخلت في الكواليس. السؤال هو استفزني من العيانين. وانت اللي بتعمل عملية؟ اه طبعا انا اللي بعمل عملية. هي مسؤولية قصاد ربنا، ما ينفعش ان انا اقول ان انا هعمل العملية وبعد كده اسيبها للمساعدين يعملوا العملية. انت جاي الجراح وقررت ان انت تعمل عملية، ايه اللي خلى الفكرة تيجي في دماغك ان حد تاني اللي هيعملها؟ فانا ببقى مستغرب، هو في حد تاني بيعمل كده؟ ايد واحدة هي اللي بتقص، ايد واحدة هي اللي بتحسب الحسابات في تحويل المسار، ايد واحدة هي اللي بتفتح، ايد واحدة هي اللي بتقفل الجروح. وبالتالي يبقى تقييم نزول في الوزن بعد كده اقدر اقيمه، لان انا ثبتت خلاص عمل الجراح. العملية دي مراحل، عاملة زي ابواب كتيرة ورا بعض. تمام. ايه المراحل؟ تحضير ما قبل العملية عن طريق الفحوصات، وهل العيان يصلح أن يعمل عملية أو ما يصلحش. بعد كده المراحل جوه أوضة العمليات نفسها. كل خطوة عدم الدقة له تبعات وخيمة. لغاية لما العيان يخرج بسلام، كل نقطة لازم تتعمل بمنتهى الحذر. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير كلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، استشاري جراحات السمنة والمناظير، استشاري جراحات السمنة المفرطة بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة الإفسو، والاسم الكبير القدير في هذا المجال. أهلا بك دكتور. أهلا دكتور أيمن. كنت كمن ينتقد أوهام مريض وانتقدتها بشكل واقعي جدا، اعتبرت أنه سؤاله نوع من الطلب لقراءة الفنجان، وصار قراءة الفنجان جزء من منشط. منشط ده عنوان مهم هنمشي عليه واحنا بنتكلم في سلسلة حلقاتنا. كيف ترى هذه الفكرة في كثير من عقول مرضى السمنة؟ هو اللي خلانا نبدأ القصة دي وان احنا نبدأ نعمل فيديوهات، الأسئلة اللي بتجينا في العيادة، وبيبقى سؤال العيان احنا هنخس قد ايه. وانا عشان اجاوب السؤال ده احنا عندنا تو فاكتور، معيارين.
المعيار الاولاني العمليه اللي هي مسؤول عنها الجراح، فجراح وعمليه وطريقه عمل العمليه ومقياس او السايز بتاع المعده اللي هيتساب قد ايه، ده فاكتور. فاحنا بنتكلم على الجراح والعمليه، ده اول عامل. العامل الثاني المريض نفسه ايه، الحرق عنده هيبقى عامل ازاي، عشان اقدر اوصل ان انا اقارن هنخس قد ايه. وده في الطب لازم اثبت فاكتور. فالفاكتور الاولاني اللي هو فاكتور الجراح، العمليه هتتعمل ازاي، فاحنا بنتكلم في تكميم معده وتحويل مسار. طب ايه الفاكتور اللي انا كمريض اقدر اقيم بيها ان العمليه دي معموله صح؟ ودي الحاجات اللي بقت جديده في جراحات السمنه، اللي هو ببساطه لما العام بيسالني احنا هنعمل تكميم معده ونعمل تحويل مسار، فاحنا هنعمل تكميم معده، انت هتسيب معده قد ايه؟ في اختلاف كبير قوي في قص المعده، يعني في ناس هتسيب معده 200 سنتي وفي ناس هتسيب معده 300 سنتي، وفي الاول والاخر هو تكميم. طب ايه اللي يفصل؟ ايه المعيار؟ عندنا في الطب كلمه مهمه قوي، اوبجكتيف وسبجكتيف. انا ازاي اقيس؟ انت بتقولي دلوقتي هتعمل تكميم معده، اقول لك انا هعمل تكميم معده انا او كاي جراح، انا كمريض اعرف ازاي ان انت عملت لي تكميم معده؟ ازاي اعرف ان القصه مظبوطه؟ ازاي اعرف ان الفوليوم الحجم المعده اللي انت سايبه ده مظبوط؟ ازاي اعرف ان القصه من اول فوق لغايه تحت مظبوطه؟ وبالتالي اقول والله انت كجراح تمام. نقدر نقارن، لازم اوصل لذهنه. الطريقه البسيطه اللي اقدر اقول له فيها، اقول له كميه اكل، اقول له والله المعيار بتاعي انا ربع رغيف وبيضه، او في الوجبه 3 معالق لحمه مفرومه، او دبوس فرخه، هي دي الوجبه اللي انت هتاخدها، وده حجم المعده اللي انا هسيبه، وده هيحسسك بالشبع. طيب ده كلامي انا للمريض، ده كلامي انا لان انا دخلت وبصيت وقصيت وعارف المقاس اللي انا بسيبه قد ايه. طيب هو كمريض يعرف ازاي؟ ببساطه بقول له برضو نفس الطريقه. بعد شهر من العمليه في حاجه اسمها اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد على المعده بالصبغه. هي ايه دي؟ دي اشعه ثلاثيه الابعاد 3D، دي بترسم المعده من اول فوق لغايه تحت، وبتدي الفوليوم اللي موجود. يعني الصوره اللي قدامنا دي عيانه عامله تحويل مسار مصغر، الفوليوم بتاع المعده اللي متساب 100 سي سي فوليوم، يعني 100 سنتي، يعني تلت ازازه كنز. هل الاشعه بتقول الكلام ده؟ اه. معنى كده ان حجم المعده اللي انا سايبه ايديال؟ اه. نفس الكلام في صوره تانية لتكميم المعده، دي صوره المعده بعد ما بتتقص، ده الفوليوم بتاعي انا اللي هو ايه، اللي هو 80 ل 120 سي سي فوليوم، ده الفوليوم اللي الاشعه هتطلعه. ودي القصه اللي موجوده، هنلاقي ان الديامتر بتاعها او القطر بتاع المعده هو نفس قطر المريء وهو نفس قطر الاثنى عشر. يبقى انا اديت للعيان حاجه مش يقيم بيها، حاجه سبجكتيف يمسكها بايده يقدر يعرف فعلا القصه مظبوطه ولا لا. وده ليه؟ عشان نستبعد العامل الاول، انا هخس قد ايه. احنا بنعمل العمليه ومش عارفين، زي ما احنا قلنا في الفيديو مش عارفين هنخس قد ايه. انا اللي عليا ان انا اقص قصه مظبوطه، اللي عليك ان انت تبقى متاكد، وانا ما عنديش مشكله خالص ان انت تقيم العمليه سواء عندي او عند غيري، ان انت تشوف الفوليوم بتاع المعده من 80 ل 120 سنتي، اللي هو من 80 ل 120 سي سي فوليوم، اللي هو عن طريق الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد. ومعاك دليلك، وده الدليل، وده اللي بعد كده يحمي اي يحمي اي جراح ان انت عملت العمليه وما خسيتش. اصل في عاملين، في تو فاكتور، انا عليا عامل كجراح، وفي بعد كده عامل تاني، عامل المريض. المريض كل الناس هتخس بنفس الوزن بنفس البرسنت؟ فور شور لا. هل كل الناس هتوصل للوزن المثالي؟ بنسبه 95% هيوصلوا للوزن المثالي. طب و5% اللي هيقعدوا دول هيروحوا فين؟ ال5% دول هم اللي احنا بندور بقى عليهم، ندور وراهم، اللي هو هيبان في الفيديو بعد كده. العيانين لازم يقيموا، يحصل تقييم في العياده لحاجات كتيره قوي. يعني على سبيل المثال احنا خلاص خلصنا الفاكتور الاولاني اللي هو الجراح بالعمليه، والدليل الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد اللي فعلا ان القصه مظبوطه. طب في عوامل تانيه
اللي هو العامل التاني بقى عامل المريض، اللي هو برضو احنا بنقيمه احنا في العيادة، وده من واقع خبرتنا. رقم واحد السن، فهل السن ليه دور في النزول في الوزن؟ اكيد. العشرينات احسن من الثلاثينات، احسن من الاربعينات، احسن من الخمسينات، وكل ما تقدم العمر الحرق بيبقى اضعف. طيب ايه تاني غير السن؟ الوزن اللي كان فيه العيان قبل العملية. العيان لما يبقى 180 كيلو ويعمل تكميم معدة هينزل 80 او 90 كيلو ويكسر ال 100 ويبقى في التسعينات. هل العيان اللي وزنه 120 كيلو هينزل 80 كيلو؟ هي نسبة وتناسب. فالوزن اللي بدأ بيه قد ايه؟ حاجة تالتة، الهرمونات اللي موجودة في الجسم. على سبيل المثال الغدة الدرقية، وبالتالي لازم قبل العملية يبقى في T3 و T4 و T6، هرمونات الغدة الدرقية، لان هم دول في الطب درسناهم ان ده البنزين اللي بيحرق في الجسم عشان يبدأ يزود الحرق. فلو في ناس عندها قصور في الغدة الدرقية بنعمل عليها دايرة كده، وهو قاعد عندي في العيادة، لا ده انت عندك النزول هيبقى ضعيف شوية، بدل ما هناخد سنة ممكن نقعد سنة ونص لغاية لما نوصل للوزن اللي احنا بنحلم بيه. فتقييم الغدة الدرقية مهم جدا. طب ايه تاني؟ في حاجة تانية ممكن تغير في الوزن كتحليلات، تحاليل ممكن نعملها قبل العملية، فيتامين دي. ونسبة الناس اللي عندها نقص فيتامين دي قبل العملية نسبتها كبيرة جدا. لما عملنا دراسات على الناس وبدأنا نقيس فيتامين دي لكل الناس، لقينا تقريبا ان في من 30-40% من الناس اللي داخلة تعمل عملية للسمنة، اللي هو المفروض معتقد ان كل الفيتامينز عنده سليمة لانه شايف ان وزنه كبير، بنلاقي ان الناس دي عندها نقص فيتامين دي. فيتامين دي قليل بيبقى الحرق ضعيف. طب هو في عوامل تانية بتأثر؟ احنا اتكلمنا قلنا السن، قلنا الغدة الدرقية، قلنا فيتامين دي، عدد الرجيمات اللي اتعملت قبل كده بيأثر في سرعة النزول في الوزن. يعني عيانين كتير قوي بتيجي بتبقى عاملة رجيم وتنزل في الوزن، وتغير الرجيم وتنزل في الوزن، وتغير الرجيم وتنزل في الوزن، لغاية لما بيوصل لمرحلة انه بيعمل رجيم خس كيلو او 2 كيلو. هو الجسم عنده قدرة على الذكاء، ان كل رجيم بيعمل فيه بصمة، كأن الجسم بيعمل وسائل دفاعية. يعني في الاول احنا بنقلل من كمية الاكل فبيحصل نزول في الوزن لغاية لما يحصل ثبات. هو ليه حصل ثبات؟ لان الجسم بيبدأ يتكيف ان انت مقلل كمية الاكل اللي انت بتاكلها، فيقلل الحرق، فيقلل الحرق، فتروح انت مغير على رجيم تاني وليكن اللي هو الكيتو. فالجسم برضو يحصل فيه نزول لغاية لما يتكيف ويعرف، ويحصل كأن بصمة صباع حصلت ان ده، ويحصل ثبات في الوزن. رجيم مع رجيم مع رجيم الفشل مع رجيم بيخلي نسبة النزول بعد العمليات تبدأ تقل. مش تبدأ تقل بمعنى ان هي ما توصلش للوزن اللي احنا بنتكلم عليه، بالعكس. ده احنا لما المريض بيخش العيادة احنا بنقعد نتكلم معاه في كل القصص دي عشان اقرا الفنجان، عشان اقول له انت ممكن تخس قد ايه. فما بلاقي ان عنده تكرار رجيم، عنده نقص في فيتامين دي، عنده نقص في الغدة الدرقية، احط العيان ده في الكاتيجوري بتوع 5%، اللي هو لا ده لازم العيان ده يحصل له سبيشال كير، لازم العيان ده ما يتابعش لمدة شهر او شهرين زي معظم الناس وتمشي، ده لازم يتابع لمدة سنة وسنة ونص عشان نبدأ نتلاعب مع الجسم ازاي نزود الحرق، ازاي نغير من العادات الغذائية بتاعته. تغيير نوعية الاكل ليه دور قوي في الحرق. الثبات على نوعية واحدة، يعني في عيانين كتير قوي بعد عمليات تكميم هتلاقيه الصبح بياخد ربع رغيف ومعلقتين فول، وفي الغدا معلقتين رز وحتة بانيه، وفي العشاء ربع رغيف وحتة جبنة، وبيفضل مثبت نوعية الاكل دي. بيوصل لمرحلة من الثبات، ده شيء طبيعي، لازم يبقى فيه تغيير في نوعية الأكل. احنا لازم نحط أكل فيه فيتامينز عشان نبدأ نغير، لازم نغير من نوعية الأكل، من نوعية اللحوم، من صنف الأكل نفسه. ده بيخلي الجسم
يحصل فيه نوع من انواع الارتباك فيبدا يحصل نزول. السوائل ودي حاجات كل ده فاكتورز تبع العيان. الميه مهمه جدا، لان الحرق عمره ما هيكتمل لو في نوع من انواع الجفاف في الجسم. العوامل دي مجتمعه هي اللي بتاثر في النزول، وبيبقى عارف في نوع من انواع تحديد المسؤوليه. عيان السمنه بيعتقد ان هو بيجي يعمل العمليه ويقول باللفظ انا عايز اجيب من الاخر، انا عايز انزل في الوزن، وبالتالي انا فكرت ان اعمل عمليه عشان ما اخشش في رجيمات تاني. والفكر ده فكر خاطئ. مش معنى ان انت قررت ان انت تعمل العمليه معنى كده ان انت خلاص هتبدا تخس وان ده الحل السحري. العمليه زيها زي الحاجات اللي احنا بناخدها قبل العمليه، ما هي الا مفتاح. انا من وجهه نظري ان المفتاح ده كل ما كان قريب كل ما كان افضل. بمعنى احنا ممكن نعمل رجيم مره او مرتين، وده في الاوزان المعقوله اقل من 100 كيلو، انما في الاوزان اللي فوق 100 كيلو بيبقى صعب قوي ان احنا نكرر الرجيم. وهو ده كان منطوق الفيديو. انت بنقرا الفنجال عشان نشوف نسبه النزول؟ لا، في عوامل كتيره قوي، عوامل مرتبطه بالجراح والعوامل التانيه مرتبطه بالمريض. من كل الجوانب دي تعالوا نسمع بقلوبنا وعقولنا هو هيقول ايه. نسمع مع بعض. النظرة اختلفت، الابتسامة اختلفت، كمان اللي لفت نظري انه السن مش قليل. قرار ان انا اعمل عملية في هذا السن ده قرار حكيم وذكي جدا. طب انت ما لفتش نظرك حاجة تانية؟ لفت نظري انها صغرت. لا، الايفنت الحدث، الناس كلها الموجودة. ما انا عارف الحدث ده. لا، ما هو الايفنت ده، بس انت بتقول ان عيانين السمنة هو ما بقاش معتقد، يعني هو مشكلته في وزنه. بس احنا عشان شفنا عيانين كتير قوي لقينا ان الايفنت ده عارف زي جلسات العلاج النفسي اللي هو الدعم النفسي، زي جروب سيرابي، زي الدعم الفني في الشركات. جروب سيرابي ده على فكره مشهور قوي في السمنه ومشهور في الادمان، والاثنين قريبين من بعض. عشان بيقعدوا يحكوا لبعض، بيحصل لهم سبورت نفسي عالي جدا. حتى الـ5% اللي احنا اتكلمنا عليهم وقلنا ان عندهم مشاكل شخصيه او مشاكل في الهرمونات في النزول وبيحسوا ان الدنيا، بيبدا يحصل لهم دعم نفسي من الناس اللي نزلت في الوزن. ضمن الخبرات الرائعه دي انا بشوفها من المرضى نفسهم، فكره انه انا بقى يشبعني الاكل ده، خلاص انا بقى يشبعني. اصل الحته دي في عقول ما قبل العمليه ممكن ما فكروش فيها. انا معقول هشبع؟ لا، لما يشوفه يقول ده بقى يشبعك. ما هو برضه ما بقاش متخيل في دماغه ان هو هياخد الثلاث معالق لحمه مفرومه وان هو يشبع، لان هي فكره الشبع مبنيه على ان المعده تمتلئ، فبتبدا تعمل ستريتش او شد لجدار المعده، فتبعت اشاره عصبيه للمخ ان احنا شبعنا فنقوم من على الاكل. هو نفس الكلام بيحصل في تكميم المعده، لان المعده بتتملي حتى لو بسوائل، فيبدا يحصل شد على جدار المعده، فيبدا يبعت اشاره للمخ، فلو قدامك حتى كيلو حاجه تانية اكل لا يمكن هتقرب له لان انت حسيت بالشبع. هي الحاله طبعا يعني الحمد لله هي كانت 150 وبعد كده بقت 90. كويس. بعد سنه احنا فتره او 9 شهور، فتره النزول دايما بنديها من 8 اشهر لغايه سنه ونص. في ناس ممكن تستمر لغايه سنه ونص، اللي هم الفاكتورز، احنا خلاص ثبتنا الفاكتور الاولاني اللي هي قدرات الفريق اللي هي القدرات والدليل بالاشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد عشان ما يبقاش الكلام مرسل. انا كجراح انا شايف، انا ما بتكلمش عن نفسي، انا كجراح كاي جراح في مصر والوطن العربي وفي العالم، كجراح انا شايف ان انا قصيت كويس. حضرتك عايز تشوف ان انا قصيت كويس، بتعمل الاشعه الثلاثيه. حاجه في ايدك ان احنا عملنا الشغل المبدئي بتاعنا مظبوط. الفاكتور الثاني اللي هو فاكتور المريض بقى، اللي هو هي الى حد ما يعني متقدمه في السن، هي في الاربعينات، وزي ما قلنا النزول كل ما تقدم العمر كل ما النزول بقى اصعب، لان الحرق بقى اصعب، وكل ما تقدم العمر كل ما كان عدد الرجيمات اللي اتعملت
اكتر، فبيدي الجسم بيبدا يقاوم اي عمليه ممكن تتعمل للنزول في الوزن. بس العمليه فيها ميزه الناس ممكن ما تكونش برضو متخيلها، البرزيستنس، الاستمراريه. يعني احنا بنقلل من كميه الاكل، المريضه زي دي في اول شهر ممكن تنزل 15 كيلو، تاني شهر تنزل 7 كيلو، كده كام كيلو؟ 22 كيلو، تالت شهر هتنزل 4 كيلو، كده كام كيلو؟ 26 كيلو، رابع شهر هتنزل 2 كيلو، كده كام؟ 28 تقريبا. خامس شهر هيقف مفيش نزول، سادس شهر هيقف مفيش نزول، سابع شهر هيقف مفيش نزول، تامن شهر تبدا تنزل 2 كيلو، ويبدا النزول تدريجيا لغايه لما نوصل لسنه ونص. ما هو ده الفرق بين العمليه والرجيم. في الرجيم احنا ممكن يكون عندنا اراده قويه وان احنا نصابر ونثبت وما ناكلش، ويبدا الجسم يتجاوب في اول شهر وينزل 15 كيلو، ونصبر اكتر احنا كاراده ونمشي بتاني شهر، تالت شهر هيحصل ثبات بس ارادتي هتبقى اضعف، رابع شهر هيحصل ثبات احباطي هيزيد، خامس شهر مش هقدر لان هبقى جعان جدا فاكسر الرجيم. العمليه فيها حاجه بقى، البرزيستنس، الاستمراريه. لان السؤال ده برضو احنا بنتساله كتير، هو انا هقعد سنه ونص عبال منزل؟ ما هو حضرتك مش هتحس بجوع، حضرتك مش هتحس بمعاناه. انت ممكن هتوصل في الشهر الثالث او الشهر الرابع يحصل ثبات، وتقعد شهرين ثلاثه يحصل ثبات. وده بقى دكتور، ده دور دكتور التغذيه برضو، لما يبدا يحصل ثبات يبدا يحصل تلاعب مع الجسم، نغير من طبيعه الاكل، نزود سكريات بس تحت اشراف الطبيب عشان السكر مهم عشان الحرق، نبدا نغير من نوع الاكل، نبدا نغير من من عدد الوجبات، ان احنا نقلل الوجبات ويبقى على 4-5 وجبات في اليوم، اللي هي حاجات دكتور التغذيه برضو من خبرات العيانين، فيبدا يحصل نزول. فبرزيستنس اللي هي الاستمراريه في العمليه ده عامل مهم جدا، العيان ما بيحسش فيه بمشكله لان انت حاسس بالشبع، فانت ما عندكش مشكله. دايما اقارن، اقول لك مقارنه تعجبك جدا جدا، اللي بيخسوا لو وزنه زايد قوي، لو وزنه اللي هو الموربيد اوبيستي، بيخسوا بالنظام الغذائي مقارنه بالانسان اللي عنده برضه موربيد اوبيستي او وزن مفرط قوي، زياده مفرطه، بيخس بعمليه زي اللي عايز يبطل شيشه. بس في حاله ما بيخس بنظام غذائي هو هيبطل شيشه بس تحت بيته في قهوه، فطول الوقت ريحه الشيشه طالعه له، وفي اي لحظه ممكن يرجع في اي وقت، وهو معدي نازل من البيت او طالع من البيت ممكن يروح جاي قاعد، لان الواد حمق بتاع القهوه، بص تعالى يا باشا اقعد شاشتك، هيقعد ويرجع تاني في ثانيه. اللي عنده بقى اوفر ويت، وزن زايد قوي، وعمل عمليه، ده زي اللي عايز يبطل شيشه بس راح قاعد في بيت في الصحراء، عبال ما يدور ويلاقي قهوه يقعد يشرب فيها الشيشه دي مش هيلاقي. هو في فاكتور تاني، الصحراء، العمليه عامله زي صحراء حواليه، هو مش عارف، هو مش لاقي، وفي نفس الوقت ملوش نفس انه يشرب شيشه. وهو ده برضو دور الدعم الفني، هو لما بيبدا يعمل عمليه وبيخش على جروب وبيلاقي فيه ناس كانت اوزانها كبيره ونزلت، ويبدا يسمع منهم خبراتهم، ده اللي بيثبته لما بيبدا يحصل ثبات. يعني على جروب العيانين عندنا في قصص نجاح، انا بشوف الاسئله، في ناس بعد الشهر الثالث او الرابع بيحصل لها قصه الثبات دي، فبتروح باعته السؤال بتاعه وتقول له والله يا جماعه انا ثابته، هو ايه، انا ممكن اعمل ايه؟ احنا ما بنقولش ثابته في الوزن، ما بتقلش في ثبات حصل في الشهر الرابع او الشهر الخامس، احنا ما بقيناش نرد، يعني انا او دكتوره التغذيه مين اللي بقى يرد عليهم؟ العيانين، لا ما تقلقيش ده شيء طبيعي، زودي شرب الميه، غيري من نوعيه الاكل، غيري من 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 من, من طريقه، يعني خلي مالتيبل ميلز، 4-5 وجبات، زودي من الحركه، اللي هو زودي من السعرات الحراريه اللي خارجه، بحيث ان انت تبداي تتحايلي على الجسم بس بصور طبيعيه، فتبدا يحصل نزول.
السؤال، هل تستطيع أن تبطل الأكل وأنت تحت بيتك محل كشري؟ هو ده السؤال. لو أنت لو أنت مايلد هتقدر، لكن لو أنت أوفر وبس المسألة هتبقى صعبة. جراحات السمنة تستطيع أن تجعل هذا المحل ينتقل بعيداً عن، حتى لو هو تحت بيتك فعلاً. جراحات السمنة للموربت أوبستي أو للسمنة المفرطة كان هو الحل اللي بنسميه طوق النجاة. بعد ما نخلص هنرجع تاني لقارئة الفنجان، صح كده؟ قارئة الفنجان ما بقتش قارئة فنجان بالمعنى المفهوم لعلم الغيب، لا، هو بقى قارئة فنجان بناء على دلالات كثيرة، لكن في دلالة معينة منهم قايمة عليك انت، وده اللي يخليني ارجع اقول انها برضو هترجع تاني تبقى قارئة فنجان، لان انت اللي هتحدد معانا ايه المصير بتاع جراحة السمنة. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة بكلية الطب جامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير، وعضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة. نورت الدكتور. شكرا. وأبدعت. شكرا. ويلكم باك. ويلكم. خليكم دايما مع الدكتور. أهلا بكم. تعالى أكلمكم عن المسكوت عنه، المطنش، اللي ما حدش واخد باله منه، اللي ناس كتير بتهمل فيه، فيتامين دي. الله، هو فيتامين دي مطنش؟ بدأت الناس تفهم شوية أهميته، بدأوا يقربوا شوية منهم، يعملوا فحوصاته ويعملوا انفستيجيشن خاص بيه. جينا متأخرين شوية عن بقية العالم. فيتامين دي يا جماعة مهم جدا، وفيتامين دي ثبت علميا طبقا لكل الدراسات الموجودة في أولا الكلينيكال اندوكرينولوجي دي بتاعتنا احنا، دي في الكلينيكال ميتابوليزم، قالوا ان تأثير فيتامين دي، احنا اللي قلنا وقلنا لزمايلنا واساتذتنا دكاتره النساء، قلنا لهم انه مهم جدا لنجاح الحقن المجهري هو التزام الطبيب بمعدلات، والمريض يعني بفحص فيتامين دي وتظبيط معدلاته. عملوا دراسه على 154 ست كانوا بيعانوا من نقص فيتامين دي، و181 ست لديهم فرص وفره من فيتامين دي، يعني قارنوا بالاثنين. وجد ان السيدات اللي عندهم نسبه جيده من فيتامين دي عندهم فرص الحمل من خلال الحقن المجهري بنسبه الضعف مقارنه بالستات اللي عندهم نقص في فيتامين دي. الله على هذا الكلام. يبقى لازم حضرتك يا فندم لما تروحي لدكتورك وانتي سواء عندك تاخر انجاب او عندك حقن مجهري او عندك مشكله خاصه من مشاكل تأخر الإنجاب، تقولي له يا دكتور العزيز أنا عايز أحلل الفيتامين دي، يمكن يكون ناسي. وزملائنا وشباب الأطباء ياخدوا بالهم جدا إنه فيتامين دي مهم جدا كليفل في ضمان نجاح الحقن المجهري وضمان عموما. طبعا طالما أنا بقول ضمان نجاح الحقن المجهري يبقى من باب أولى، من باب منطقي جدا، ضمان حدوث الحمل الطبيعي. النهاردة عندنا حوار مثير ومهم جدا وعنوانه مهم قوي. هنتكلم على قنوات فالوب، وهنتكلم على بعض المصاعب التي توجد امام مشاكل تؤدي الى تاخر انجاب. بس قناه فالوب انا بقول انها هي مظلومه لان احنا ما بنتكلمش فيها كتير، ومظلومه لان مشاكلها بقت كتيره بالمقارنه بالحوار الاعلامي التثقيفي. والست عندها اعتقاد انه قناه فالوب لما يجي سيرتها المشكله تبقى عنيفه قوي وصعبه الحل. ده انطباعات عند الناس، لكن تعالوا نشوف الكلام العلمي مع صاحب المقام الرفيع وضيفي العزيز، واحد من البارعين اللي بسعد جدا بوجودهم وبحوارهم العلمي الدقيق مبهر، وايضا الذي يختار بدقه متى يتحدث عن ايه والموضوع اللي هيتكلم عنه بالتفصيل هو ايه. ضيف العزيز استاذ الاساتذه في هذا المجال استاذنا الاستاذ دكتور عادل ابو الحسن. لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون الحقن المجهري يعتمد على شخص واحد. هل تشوهات الحيوات المنويه تلعب دور كبير جدا في فشل الحقن المجهري؟ بالذات لما تكون تشوهات في راس الحمام المنوي. تشوهات الرحم منها الست مولودة بيها ومنها نتيجة لتدخلات خاطئة. هل الأورام اللي فيها
لهذه الدرجة تؤثر على الحقن المجهري؟ جميع الأورام النفسية يمكن استصلاحها. الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، زميل جامعة كيل للمناظر والجراحات الميكروسكوبية بألمانيا، وعضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم. ضيف العزيز أستاذنا الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، منور الدكتور عادل بيه. أهلا بحضرتك، النور حضرتك. النور ده، ده نورك والله. أنت اخترت النهاردة قنوات فالوب، ويعني قلت ده أنا هعمل لها حلقة كاملة لوحدي. بالظبط بالظبط. ليه؟ لمدى أهمية قناة فالوب أو قناتي فالوب. هي حقيقة مش واخدة حظها قوي مع العلم، يعني إنها من أهم الأعضاء التناسلية عند المرأة اللي بتؤدي إلى الحمل، سواء كان حمل طبيعي أو الحقن بالوسائل الإخصاب المساعدة. فأنا شايف إن هي مش واخدة حقها قوي. كمان الأويرنس عنها وعند السيدات في حاجات كتير قوي ما يعرفوهاش عن قناتي فالوب. فأنا أصريت إن احنا نتكلم في الموضوع ده ونفرد له حلقة كاملة بحيث الناس يبقى عندها الثقافة الكاملة في هذا الموضوع. قناة فالوب من المعجزات ومن الأشياء التي عندما ينظر لها الإنسان بتمعن يعني هيقول سبحان الله. هو كل حتة طبعا، بس قناة فالوب تحديدا فيها إعجاز رائع جدا. تأثيرها ودورها. الإعجاز في قناة فالوب إن هي أهم مكان في جهاز التناسل للمرأة بيتم في تكوين البيبي. يعني هي أولا بتوصل الحوالين المنوي للبويضة أو البويضة للحوالين المنوي، ويتم الإخصاب زي ما احنا هنشوف دلوقتي في الفيديو في خلال أربع مراحل. يعني بمرور بأربع مراحل قناة فالوب تنقسم لأربع أجزاء. الجزء اللي طالع من الرحم على طول، أو الجزء اللي داخل جوه عضلة الرحم، ثم الجزء الأوسط اللي هو الأنبولة البارد، ثم الجزء الأخير اللي هو فيه أهداب قناة فالوب. ده بالنسبة للصفة التشريحية. هي متبطنة بجوه بقناة أو بأهداب أو سيليا. السيليا دي بتفرز مواد معينة بتعمل نارشمنت أو بتعمل تغذية للجنين أو للجنين القاصر جوه قناة فالوب. دي بالنسبة للصفة الفسيولوجية بتاعتها. التهابات مزمنة زي التهابات البكتيرية أو الفطريات، ودي بتعمل حاجة خطيرة جدا بتؤدي إلى التصاقات وبتؤدي إلى انسداد قناة فالوب، بيسموها تيوب أوفيريان أبسس أو الخراج اللي ما بين قناة فالوب والمبيض. ودي طبعا لازم يتم التعامل معها بحرص شديد، وتشخيصها لازم يكون دقيق جدا، سواء كان بالمنظار أو بالأشعة بالصبغة أو بالسونار رباعي الأبعاد. الحاجة الثانية انسداد قنوات فالوب نتيجة لبطانة رحم مهاجرة، ممكن تعمل التصاقات شديدة في الأهداب بتاع قناة فالوب وتسد قناة فالوب وتعمل برضو انتفاخ فيها وانتفاخ دموي هنا. برضو ده هيتم التعامل معه بعد كده بأنك تفصلها أو تستأصلها أو يعني بالمنظار الجراحي. كمان الحمل خارج الرحم طبعا ده موضوع تاني وموضوع كبير وعايزه حلقات كتير، بس الحمل خارج الرحم أهم مكان فيه في قناة فالوب. قناة فالوب لما يجي في قناة فالوب ما بتتحركش كويس فيقف الجنين هنا. يقف ولازم تشخص بدري لانه ده بيعمل نزيف داخلي، ولازم يبقى في حد مايندد من ممكن يحصل الحمل خارج الرحم، والا مش هيشخصه. عظيم. الستات اللي عندهم تاخر انجاب ممكن يسمعوا ثلاث جمل مرعبين. يتقال لهم انت عندك انتفاخ في قناه فالوب، واحده ثانيه يتقال لها لا انت عندك ضيق في قنوات فالوب، واحده ثالثه يتقال لها انت ما عندكش قناه فالوب من اساسه. ايه الثلاث حاجات دول؟ العيوب او الامراض التي تصيب قناه فالوب، يا اما عيوب خلقيه يعني واحده الست اتولدت بدون قناه فالوب، او هايبوبليزيا او هايبوبلاستيك يعني في ضمور يعني مش موجوده خالص، او في ضمور في القناه نفسها تبقى قصيره او يبقى ضيقه جدا، او القناه اللي جوه اللي هي اللي بيمشي فيها الجنين مش موجوده اصلا. فده ده ده, ده ربنا خلقها كده، يا يعني مش موجوده يا اما فيها ضمور. انسداد في قناه فالوب، انسداد اللي عند الفيمبرال اند بتاعتها اللي هي الاهداب بتاعتها بتتسد نتيجه التهابات نتيجه عمليات كده، فبتتسد فيتجمع فيها السائل اللي بيمشي من جوه الرحم ويخرج بره، اللي بيمشي فيه الحيوانات المنويه يتجمع جوه، يبقى سائل راكد يعني يعمل التهابات. هذا السائل بيبقى سام للاجنه، يعني بعد كده لما تفضل تتنفخ وبعد كده تنزل في تجويف الرحم جوه، يمنع حدوث الحمل. لو حصل حمل يحصل اجهاض، ولازم هنا يبقى في تصرف جراحي بالمنظار عشان تفصلها، يا اما تقفلها وتفتحها من الطرف الاخر عشان ممكن ياثر، فبتلزق في اي حته فيها مشكله. يعني هي على طول بتتحرك عشان في سائل ماشي فيها رايح جاي على طول، فهي الحركه الدوديه بتاعتها بتتم بصفه مستمره طول اليوم.
لما يبقى في حاجة عمل لها إيريتيشن، عمل لها التهاب أو دم نازل حواليها بتلزق بسهولة جدا جدا. وعشان كده التدخلات الجراحية بالذات في أمراض النساء يجب أن الدكتور أو الأطباء الشبان يهتموا جدا بالأنسجة، يعامل الأنسجة باحترام شديد، بالذات 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 الجهاز التناسلي عند السيدات، لأنه بالذات القناة فالوب والمبيض لو حصل فيه ملتصقات هيؤدوا لمشاكل كتير جدا، أهمها أنها مش هتحمل. لو واحدة مثلا عملت قيصرية وقعدت بعدها تستنى تحمل، تحملش، ركبت لولب تشيله بعد كده 6 شهور ما فيش حمل، سنة 2 ما فيش حمل. ليه؟ في الغالب هيكون حصل التصاقات، والالتصاقات دي مش لازم يكون دكتور، ممكن يكون نوعية الست نفسها جسمها عنده قابلية للالتصاقات، استخدام آلات إلى حد ما مش حديثة قوي، كل الحاجات دي ممكن تؤدي إلى التصاقات بالذات في قناة فالوب، لأنه 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 حاجة رقيقة جدا من السهل إنها تلتصق في أي مكان. السؤال اللي جاي ده يعني في بيخطر في بالي بشكل كبير ومهم للغاية وهم الأطباء كمان قوي يفهموه، إنه دايما عندنا تصور إنه تشخيص حالات قناة فالوب مش سهل، وإنه ميس دياجنوز يعني يفقد تشخيصه أو يعني بيفوت على ناس كتير في تشخيصه، وتبص لها ست عندها تأخر إنجاب ولسه ما تشخصتش، فعايزين نقف قدام تشخيص قنوات فالوب. تشخيص قنوات فالوب دي من أعقد الأشياء ومن أهم الأشياء، ومع الأجهزة الحديثة دلوقتي بتقدر تشخص قناة فالوب بأسهل ما يمكن. يعني كان لازم عشان تشخص زمان لازم تعمل أشعة بالصبغة لقناة فالوب أو أنك تعمل منظار تشخيصي. وأنا شايف حضرتك كنت بتتكلم مع مع زميل الفاضل اللي قبل كده أن المنظار التشخيصي ما عادش حلم الدسوقي. أستاذ دكتور محمد الدسوقي يعني المنظار التشخيصي داخل اتفرج في العمود الفقري. مش مقبول دولنا داخل اتفرج، لا ده أنت لازم أنت عارف داخل تتفرج وتشتغل متوقع انك هتلاقي حاجه تعملها. فبقى المنظار دلوقتي كله منظار جراحي. فتشخيص قناه فالوب دلوقتي بيتم بالمنظار، بيتم باشعه بالصبغه، بالاشعه رباعيه الابعاد. هنا بالاشعه 2 دي العاديه بيبان جدا، بالهايكوزي هيبان بالالوان هيبقى واضح جدا، بالفوق دي هيبان اكتر واكتر. فتشخيص قناه فالوب بقى سهل قوي قوي، بس الناس تمشي سيستماتيك خطوه ورا خطوه بالترتيب. برضو دي معلومه لشباب الاطباء انه لما ما ينطش خطوه قبل خطوه، لازم يمشي خطوه بالتدريج، واللي بعدها واللي بعدها وهكذا هيوصل اللي هو عايزه التشخيص الدقيق. هنا اشعه بالصبغه واضح قوي في الانبوبه منتفخه قد ايه ومسدوده منين. دي مش محتاجه بقى حاجه بقى باينه قوي اهي. بص بص الانتفاخ المنظر عامل ازاي. ده واضحه جدا. دي يعني برضو السوسج شيب. هتخش برضو هنا طبعا اجراء روتيني بالمنظار، هتفصلها او تقفلها بس سمبلي. وبعد كده تعمل بقى محاوله حمل طبيعي للانبوبه الثانيه سليمه. لو ما كانش هتعمل حقن مجهري. ضيفي العزيز استاذنا الاستاذ دكتور عادل ابو الحسن كالعاده ابدع في توصيفه لهذه الحاله المرضيه شديده الانتشار شديده التجاهل قناه فالوب. خليكم دايما فاهمينها كويس جدا. شكرا دكتور عادل بيه. شكرا جزيلا. خليكم مع الدكتور. شكرا جزيلا. اهلا بكم. النظر نعمه عظيمه جدا، النظر اعظم شيء في الدنيا. وضعف الابصار ساعات طبعا يحصل موقف كوميدي، الواحد يعمل حاجه مش في مكانها، ما مش يعني العين ممكن ما تسعفوش زي ما بيقول. احنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا اسمه القرنيه المخروطيه. هذا الموضوع شديد الاهميه. ليه شديد الاهميه؟ لانه زي ما بيقولوا ده حرامي البصر، زي ما بيقولوا ده سارق الفرح، نسميه كده سارق الفرح. سارق الفرح ليه؟ لانه بيجي في سن مبكر، بيجي في الوقت اللي المفروض الانسان بيفرح فيه بحياته. يعني شاب لسه 18 19 20 سنه بيبدا حياه، بيبدا يفرح بمستقبله، عايز يدخل كليه كذا، عايز يحقق ذاته ويبدا يرسم خطوط مستقبله، فجاه يواجه بمشكله جباره اسمها القرنيه المخروطيه. في ناس مشاهير في العالم على فكره جالهم قرنيه مخروطيه وكلهم اثرت فيهم القرنيه المخروطيه بشكل او باخر. يعني مثلا في ستيفن كيري، ستيفن كيري ده لاعب سله امريكي محترف، وبرده ده يلفت نظرنا لشيء مهم جدا، انه القرنيه المخروطيه جت للاعب سله محترف وقدر يعالجها وقدر يكمل. وهو طبعا انتوا عارفين ان بي ايه ده حاجه جامده جدا في عالم الرياضه، دول ناس ما بيهزروش. برضو فيل سانشيز ده مذيع اخبار تلفزيوني
جات له قرنيه مخروطيه وقدر يكمل في الكارير بتاعه، ما زال متالق حتى الان، وطبعا زي ما احنا شايفين ما شاء الله يعني مكسر الدنيا. تومي فان باسبيل ده لاعب كرة قاعدة أمريكية، ودي طبعا يعني الكرة القاعدة الأمريكية ده تقريبا بيلعب في اليانكيز، يعني في أقوى نادي بيسبول في أمريكا، وجات له الحكاية وعالجها وكمل حياته كلاعب محترف في واحدة من أصعب اللعبات، وأخطرها على العين، لأنه انت عارفين أن الكرة دي ممكن ترد يعني في بشكل مفاجئ، الكرة صلبة جدا وقوية وساعات سرعتها بتبقى عالية جدا ممكن تخبط في عين حد. ماندي باتينيكان ده ممثل كوميدي أمريكي أصيب برضو بالقرنية المخروطية وعالج القرنية المخروطية والأمور مشيت عادي. عايز أقول إنه ناس كتير في مصر، أنا ليا أصدقاء عزاء جدا عليا أصيبوا بالقرنية المخروطية وما شاء الله دلوقتي عادي عايشين حياتهم بشكل طبيعي إلى حد كبير جدا طالما تعالجوا بالشكل المناسب. لكن أنا بقول هذه الموضوع محتاج إن احنا نفهمه بدقة، نفهم تعريفه، نفهم تداعياته عاملة إزاي، لماذا يقال له سارق الفرح أو عدو الشباب أو خطر داهم على عيون الشباب. تعالوا نفهم هذا الكلام مع ضيفي العزيز واحد من نجوم عالم العيون، بيسعدني باسلوبه الراقي جدا التفصيلي الهادئ المنظم للغايه في الشرح والتفصيل، ضيفي العزيز القمه العلميه المتميزه والاسم اللامع الاستاذ الدكتور محمد برافو استشاري طب وجراحه العيون وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، المؤسس ورئيس مجلس اداره مستشفى بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك، وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشبكيه والجسم الزجاجي، عضو جمعية الأوروبية لجراحة المياه البيضاء وتصحيح الإبصار بالليزر، الاسم المتميز للغاية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور أيمن، منورني. منورك يا فندم. عايز أبدأ حواري الأول بما هو تعريف القرنية المخروطية. طيب القرنية المخروطية الحقيقة خلينا لو هنحط عنوان للحلقة هنقول القرنية المخروطية ما بين الحاضر والماضي. زمان الحقيقة كانت قصة حزينة جدا، اول ما مريض بيتشخص بقرنيه مخروطيه احنا كدكاتره كنا من جوانا بنبص له بشفقه، لان انا عارف ان ده واحد خلاص فقد بصره، يعني زي ما بنقول ايام معدوده. طيب نفهم ايه هي القرنيه المخروطيه الاول، ايه اسبابها، انواعها، طرق علاجها قديما وحديثا، وايه الفرق اللي احنا قدرنا نضيفه في علاج القرنيه المخروطيه. ايه هي القرنية الاول؟ هو الجزء الشفاف الامامي من العين اللي ربنا سبحانه وتعالى خليه لنا، او الشباك اللي بيمر منه الحزم الضوئية عشان تدخل جوه العين او الصورة تدخل جوه العين. هو ليه معدل دوران كان بسيط، بيبقى ليه امباكت ورد فعل عنيف جدا. اقل تغير في معدل دوران القرنية او بنسميه الكيراتومتري بتاع القرنية بيتسبب بانهيار عنيف للصورة اللي بتتشاف. طيب ايه سببه؟ مرض وراثي. بس خلينا نفصل في الحته دي، بيصيب البنات اكتر من الصبيان، بيظهر حوالين سن البلوغ، ممكن بعد كده او قبل كده وارد. طيب اشهر اعراضه، ودي كلمه مهمه لازم الساده المشاهدين يركزوا فيها جدا، شكوته غريبه قوي. اول ما نتكلم على القرنيه المخروطيه حضرتك مخك يروح ان النظر ضعف، صح؟ احنا لا، ما بنفكرش كده. اول حاجه نفكر فيها ايه؟ الحساسيه. اول شكوى لهذا المريض خلاف ما الناس متخيله، اللي عنده طفل طول النهار بيدعك في عينه وبيشتكي من حساسيه، راح اتعالج عند كذا دكتور عيون وكذا دكتور قالوا له حضرتك عندك حساسيه. اول ما هذا السيناريو بيجي لي انا في عيادتي بقول له بعد اذنك احنا هنصور القرنيه، يقول له يا دكتور محمد انا جاي عشان عندي حساسيه، قول له صور لي القرنيه بعد اذنك، وغالبا بيطلع قرنيه مخروطيه. It's a disease of diagnosis. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو مرض شطاره الدكتور انه ياخد باله منه ويشخصه بدري، لان المريض ما بيجيش يقول لحضرتك انا عندي قرنيه مخروطيه. طيب دي اول واشهر شكوى، علما سبحان الله غريبه جدا ملهاش دخل بالموضوع. تاني شكوى، عندي ضعف نظر تحديدا استجماتيزم عالي. اول ما نشوف مريض عنده استجماتيزم عالي بعد اذنك قبل ما نكمل كلامنا اعمل لي تصوير للقرنيه وهاتهولي، لان الاستجماتيزم على نوعين،
في حاجه اسمها مطابق للقاعده ومخالف للقاعده. كتير جدا اكتشفنا عيانين شخصناهم قرنيه مخروطيه من مجرد ما قسنا نظارته. تالت شكوى، حضرتك انا كبرت وعديت ال 18 سنه اللي هو السن الطبيعي اللي نظري بيستقر فيه، انا كل ست شهور اروح اغير مقاس النظاره بتاعي او كل تلات شهور، مش مستريح في نظاره. اسمع الشكوى دي، بعد اذنك تصوير قرنيه، وفي الغالب بيطلع قرنيه مخروطيه. وفي ناس راحت وكشفت ولفت كتير، شايف رسمي. طيب زمان ما كانش عندنا اي حاجه نعملها له، الدنيا بدات تتطور، بقينا نعمل عمليات زراعه القرنيه التقليديه اللي هو مشرط جراحي بنشيل بيه القرنيه، نزرع، نخيط، نعمل. طيب دخل اللعيب او الجوكر بتاعنا اللي هو الايه، الفيمتو ليزر، دخل النهارده غير قصة زراعة القرنية، ودي ليها حلقة كاملة مستقلة هنتكلم يعني ايه زراعة قرنية وتفاصيلها وكل حاجة. احنا بنتكلم دلوقتي في الشق اللي يخص القرنية المخروطية. شعاع الفيمتو ليزر شعاع دقيق جدا، بيزيل الطبقات تحديدا. احنا كنا بنشيل القرنية كلها نغيرها، دلوقتي بنزيل الطبقة اللي احنا محتاجين نغيرها، مش القرنية كلها اللي فيها الإصابة. الإصابة أصابت أنهي طبقة من القرنية؟ اللي هم ست طبقات، زمان احنا كنا فاكرينهم خمسة، الحقيقة هم ست طبقات. بنزيل الطبقة المتضررة وهي دي اللي بنزرعها. طب انا كمريض استفدت ايه؟ لا حضرتك عد معايا. واحد، سرعة نقاها خيالية، المريض داخل عمل عملية النهاردة، بكرة الصبح المريض ده شايف، وشايف جودة عالية جدا كمان. نمرة اتنين، احتماليات ان الجسم او جهاز المناعة يرفض القرنية اللي مزروعة بتكنولوجيا الفيمتو ليزر 100 مرة اقل من العمليات الجراحية التقليدية، لان دي تعتبر زراعة اعضاء وعندنا احتماليات ان الجسم يرفضها. ويا ما نسمع عيان انا زرعت قرنية مرة واثنين وثلاثة واترفضت. هو ده العيان اللي انا ابتدي اتكلم معاه في الفيمتو ليزر. ده باختصار شديد قصة القرنية المخروطية. ايه اللي حصل في القرنية برضو عشان الناس تبقى فاهمة؟ ليه القرنية بدأت يحصل فيها التغيرات دي؟ ضعف وراثي. ليه نظريات كتيرة، الحقيقة مفيش واحدة فيها مثبتة 100% عشان يبقى فيه مصداقية شديدة جدا مع المريض، بس احنا فهمنا هو بيصيب مين. يبقى نختصر القصة كلها، مجرد ما ابتدي الاحظ ان انا بقى عندي حساسية متكررة، بدعك في عيني، الدكتور بيقول لي عندك استجماتيزم، مقاس النظارة بتاعتي بيتغير، كل دي ناقوس خطر او انذار ان انا لازم ابتدي اتحرك واشوف ايه القصة عندي. طيب انا كطبيب دوري مطلوب ايه؟ اول حاجة الامانة والمهنية المطلقة مع المريض، لازم اشرح له حالته بالتفصيل، ودايما برجع اقولها في كل لقاءاتي في التلفزيون، بحب اقول يا جماعة دور الطبيب الناجح هو اللي يشرح للمريض انت عندك ايه، ويشرح له خطة العلاج ايه، واذا في مجال، وتحت كلمة اذا في مجال الف خط، ان في اختيارات للمريض لازم اخير المريض. طيب اذا ما فيش اختيارات وانا بخبرتي شايف ان هي دي خطة العلاج اللي حالة حضرتك تستدعيها، بطرح الموضوع على المريض، بقوله ده اللي احنا محتاجينه، مع شرح المرض وايه الاكسبكتيشنز وايه توقعاتنا والحاجات دي. طيب عالجنا القرنية المخروطية بتاعتنا ايا كان علاجها، بمارس حياتي بعد اذنك طبيعي بعدها. مش عايز الناس تتخيل ان انا هقعد في اوضة ضلمة وهغطي عيني وفقدت النظر لك، لا خالص، والكمبيوتر بيضعف النظر، كل دي مفاهيم غلط. عايز حضرتك تمارس حياتك طبيعي، بل بالعكس أضيف لحضرتك معلومة صغيرة، إن مريض القرنية المخروطية النهاردة أنا بتعامل معاه إن حضرتك شخص طبيعي جدا على فكرة، أنت اللي عندك ده دور برد. فالمريض مسكين ما بيبقاش متخيل المسألة دي خالص، يعني دكتور محمد أنا في أمل أسترد حاجة من الرؤية بتاعتي؟ لا يا فندم، حضرتك هتسترد بإذن الله الرؤية كاملة بتاعتك، مش حاجة بسيطة منها. سؤال دايما الناس بتفكر فيه، في ناس تقول لك لا انا سمعت فلان عمل عمليه ورجعت تاني القرنيه المخروطيه رجعت مره اخرى، العمليه بتاعت التكنولوجيا القديمه، ودي كارثه. الاسلوب القديم ده وارد انه ممكن يرجع. للاسف وارد وموجود ومنتشر. ايه هي التكنولوجيا القديمه اللي كانت بتستخدم؟
الموجات او الويف لينث بتاعت التثبيت القرنيه اللي كنا بنستخدمها زمان، انا بقول لحضرتك العين الواحده تثبيتها كان بيستغرق من 45 دقيقه الى ساعه عين المريض مفتوح. يعني حضرتك لو انا فتحت لك جفونك كده حضرتك مش هتستخدمها تستحملها 20 ثانيه، ما بالك 45 دقيقه الى ساعه. كانت قصه يعني عذاب، قصه ان انا اتعافى بعد ان العين تتفتح ساعه، ده في حد ذاته بيصيب العين، بيعرض العين لاصابات فيروسيه وبكتيريه. حضرتك معايا؟ النهارده التثبيت بقى اسمه اكسلريتد كروس لينكينج، بتعمل في 3 دقائق المتسارع، سريع جدا. انا شايف ادي السنتر بتاعها ولفها مانيوال بايدي، احفر تانل او مجرى جوه القرنيه. فطبعا كانت الحلقات الدعامات دي كانت بتقع وبتتحرك من مكانها والعين بترفضها، بيحصل بلاوي، وناهيك عن كميه الالتهابات اللي كانت بتبقى موجوده. دلوقتي مريض نايم تحت جهاز الفيبتوليزر، صاحي سامع نقطه قطره مخدره، بدخل انا النهارده كطبيب بشوف الفحوصات، بحدد مكان الليزر اللي انا عايزه، سمك المجرى اللي انا بصنعه في القرنيه، مكانه، زاويته، معدل الدوران، تفاصيل مهوله. النهارده الليزر بيعملها في قد ايه؟ 5 ثواني الى 7 ثواني اذا طول. يعني اذا استخدم التكنولوجيا المناسبه لا تعود مره اخرى القرنيه المفروضيه، وفكره انها تعود ولو ما تعملش العمليه دي بترجع تاني والكلام ده كله، ده كلام وهمي يعني. كوارث طبعا. ايه الجديد خالص دلوقتي الموست ريسنت اللي احنا قلناه، ولا في حاجه تانية؟ اجل الفيمتوليزر. عايز اقول انا دوري فعليا ان انا اعرف المريض، البرنامج اللي احنا او الحلقات اللي احنا بنصورها هو دوري ان انا اوصل المريض احدث تكنولوجيا في هذا المجال، ان انا افهمه ايه القصه بتاعته. فالنهارده الفيمتوليزر اتس ا جيم تشينجر بالنسبه لي، وهو ده المحور الرئيسي. انا بقول لحضرتك حتى لما المريض بنزرع له قرنيه بقينا بنختار الطبقه اللي هنشيلها وبنزرع للمريض القرنيه باستخدام تكنولوجيا الفيمتوليزر. هو القرار النهائي زي ما بيقولوا. هل لا تصاب القرنيه الجديده بنفس ما اصاب القرنيه القديمه؟ باستخدام التكنولوجيا الجديده احتماليه حدوث حاجه زي كده حرفيا حاله كل 100,000. طيب نفترض الأسوأ إن هي حصلت، بنبدأ نفس خطة العلاج بتاعتنا، بنشخص، بنعمل فحوصات، أشوف دي أنهي درجة، وبناء على الدرجة بقرر العلاج. بس الميزة هنا المريض بقى alerted، بقى متنبه جدا. أنا زرعت قرنية وربنا كرمني والدنيا عدت وزي الفل وشايف كويس جدا، طب رجعت القرنية المخروطية، غالبا 99% بيتشخص من المرحلة الأولى بتاعته اللي هي مجرد بنديله قطرة وبنعمل له تثبيت ضوئي للقرنيه وانتهت القصه كان لم يكن. يعني الفرق اللي اقدر اقوله لحضرتك النهارده مع وجود الخبره والتكنولوجيا الحديثه، مريض القرنيه المخروطيه انا بتعامل معاه انه واحد جاله دور برد وهتتعافى باذن الله وهتسترد الرؤيه 6/6. هل ممكن اللي عندهم قرنيه مخروطيه يعملوا ليزك تصحيح بصر؟ المرحله الثانيه بتاعة القرنية المخروطية بنستخدم الليزر السطحي اللي اتكلمنا عليه في حلقة سابقة قبل كده. ليه؟ الغرض انا عايز ادي للراجل ده جودة رؤية عالية جدا، ومدامت المرحلة لسه المرحلة التانية، يعني لازال سمك القرنية حلو، تضاريس القرنية عندي حلوة، مقاسات الضعف النظر اللي ظهرت صغيرة او متوسطة، ما بحرموش من الفرصة دي، وده اللي اتاحه لنا التكنولوجي الجديده. بل بالعكس بنعالج سطح العين بالليزر، بنديله الشكل الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليه، ومجرد ما نعمله له في نفس اليوم في نفس السيتنج بنحط له القطره اشعه فوق البنفسجيه، بنصلب القرنيه على الوضع الجديد. بيجي لك المريض بعد 3 ايام في المتابعه بتاعته شايف اللهم بارك 6/6. فطبعا ده جزء عندنا لا يتجزأ من العلاج. العلاج النهارده توجه مش ان انا بعالج مرض على قد ما انا بعالج لايف ستايل، منظومه حياه كامله. حضرتك لازم ترجع طبيعي، بس اختيار توقيت كل اجراء هو ده المهم. ده راجع لخبره الطبيب. طبعا القرنيه المخروطيه من الكلام بتاعك يا دكتور محمد النهارده انا استوعبت كلمه مهمه، انها ليست طريق واحد، ليست مستوى واحد في التعامل، ولكنها أكتر من مستوى، أكتر من احتمال. احتمالات دي تعتمد على قدرة شخصية للمنظومة، وعلى أساس كل طريق له
وسيلة مواصلات بالبلدي عشان أوصل فيها، وسيلة اتباع معينة، الطريق والله أنا في الستيج معينة في المستوى دوت من القرارة المخروطية ليه أسلوب معين في العلاج، لا في مستوى تاني ليه أسلوب تاني في العلاج، في مستوى تالت وإصابة تالتة ليه أسلوب تالت في العلاج، كل مستوى له أسلوبه الخاص. إذن الأمر ليس اختيار للمريض، ليس عشوائية في التعامل العلاجي، ليست حبازر قياسات، مهمة جدا جدا جدا. تنورتنا ويعني أسعدتنا في هذا الموضوع المعقد المخيف. يبقى أنه هو سارق فرح صح كده؟ هو طبعا سارق فرح، بس كان 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 دلوقتي مع التطور لا، بقينا احنا اللي بنمنعه يسرق الفرح. محدش يبوظ فرح. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميز الأستاذ الدكتور محمد برافو، استشاري الطب وجراحة العيون وزميل كلية الجراحية الملكية بالإنجلترا والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مستشفى بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك، عضو جمعية الأوروبية لجراحة الشبكية وجسم الزجاجي وجمعية الأوروبية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار. نورت وشرفت الدكتور كالعادة. شرفتي أنا. خليكم دايما مع الدكتور. موقع دويتش فيل الألماني المعروف اختصارا بدي دبليو نشر تقرير لمعهد روبرت كوخ إن 85% من الألمان بيعانوا من آلام الظهر خلال حياتهم، وإن التقرير لم يفرق بين الرجال والنساء في الإصابة، فالجميع معرض للآلام. وحسب العديد من مؤسسات التأمين الصحي في أوروبا، التعرض لآلام الظهر يتسبب في العجز عن العمل لنسبة كبيرة من المصابين به. وأورد الموقع بعض الأعراض اللي سماها أعراض خفية، لأن المواطن العادي ما بيدركش بيها إنه مصاب بمشاكل الانزلاق الغضروفي، زي عدم القدرة على التحكم في البول أو البراز، وزي الألم في الذراعين أو القدمين، تأثر القدرة الجنسية، وأخيراً الشعور ببرودة في بعض مناطق الجسم. تعالوا نشوف حاجة مهمة جداً الناس بتعملها. الناس بتستهون، الناس بتطور، مش في مصر بس، العالم كله بل في الغرب التهورات. حد دخل في العربية من ورا خبطها لك، دي رحت انت تنزل عندك انزلاق غضروفي، تقولي ده الخطة بسيطة يا عم. ايوه بس الجسم البشري مش قوي، مجرد ما انت شلت، وانت بتشيل ودي بيحصل ستات كتير قوي، بتشيلي حضرتك كرسي من مكان تنقلي مكان تاني كده كرسي، استعفيتي حضرتك ورحت شايله الكرسي وانت بتتحركي كده سمعتي طقه، الطقه دي مش رجل الكرسي، دي ظهر حضرتك. حضرتك عايز تعمل فورمه، ضربت في حته. عايز تعجب ناس معينه، الساحل عايز تروح وتبين، رحت مع الكابتن والكابتن عمال يقول لك عاش يا وحش، وانت صدقت ان انت وحش، وشيل يا وحش واجمد على نفسك يا وحش، وتشيل التقيلة الحديد ايش كام هنا كيلو وايش كام هنا، تسمع طقه، دي طقه خطره، خطره جدا، انزلاق غضروفي حاد، وياما ناس حصل لها مشاكل عنيفه جدا. اذا خلينا بس نرجع لجمله، الانسان ضعيف، الانسان ضعيف فعلا. يعني الاستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه العبقري الجميل اللي قالها في فيلم إبراهيم الأبيض، إنسان ضعيف، لا ده بقى خدها ده بجد، الإنسان ضعيف والغضروف أسهل حاجة تحصل. وبص الغلطة يعقوبها الندم، والغلطة لحظة والندم سنين يا عم، أنا عمال أقول كلام بالسينما هو، ما تنسوش إن الندم ممكن يبقى سنين. بس في تقدمات مذهلة في التعامل مع مشاكل الغضاريف، أصبحت تجعل عمليات الخاصة بالتداخلات في كثير من الحالات أشبه بإعجاز علمي رائع جدا، المينيمال انفيزيف تكنيك، التداخلات المحدودة. النهاردة هننظر إلى هذا العالم الساحر بتكنولوجيته الرائعة، بالتقدم المذهل اللي فيه من سكوب شديد الدقة وشديد التفاصيل، مع واحد من نجوم هذا المجال اللي بيبهرني دايما بحواره الممتع الذي يجمع بين العلم الكثيف والبساطة في التوصيف اللي بتوصل لكل العقول.
القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير أستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس. أستاذنا أهلا بيك يا دكتور هشام. أهلا وسهلا، منورنا. الله يخليك. قبل ما أبدأ بالغضروف اللي هو عنوان الحلقة النهاردة ونجم الشباك كالعادة، يعني إلى أنه الغلطة لحظة وندم سنين، صح؟ آه طبعا. والعيان لما يعني يجي له مشكلة زي الغضروف دي لازم يدور على حل يعني. وساعات بنقول الألم نعمة مش نقمة، لأن هو لما اتوجع ده ألارم، جرز، روح دور على حل وشوف اتوجعت ليه. في ناس تطنش تقولك لا مش هيحصل حاجة، أنا كده هبقى كويس، أنا جالي ديسك، أنا جالي غضروف، هو كلها نفس المرض، هو نفس المشكلة. فالغضروف الطبيعي نحن كلنا عندنا غضاريف بس سليمة، لما تحصل فيها مشكلة أو يحصل لها بروز في القناة العصبية وتضايق القناة العصبية يبقى هو ده أو ده المشكلة بقى، دي ده المرض بقى اللي لازم يتعالج. ماذا يحدث في الغضروف؟ يعني الغضروف نسمع انزلاق، نسمع انفجار، نسمع حاجات ألفاظ مرتبطة بيه. لو يعني السبب الأساسي الحركات الخاطئة، ان حد يرفع حمل بدل ما كان يوطي بطريقه معينه ويرفع الحمل ده، لا وطى بطريقه غلط. يعني حضرتك لما تروح تشوف كمان اللي هم بيشيلوا اثقال في الاولمبيات ولا في الدورات الرياضيه ليهم طريقه، لازم ينزل على ركبه تاني ركبه ويطلع ظهره مفرود ولابس حزام عريض عشان يصبرت او يسند ظهره. لكن تيجي مثلا في جيم تلاقي بيشيلوا الاثقال امن ظهرك هيبوظ، عامل بيشيل برضو شكاره ولا بيشيل حاجه شغلته كده، حد قاعد في الانتريه تلاقيه قاعد متزحلق على الانتريه وفرت رجله قاعد يتفرج على التلفزيون، الموبايل مسكته نازل راسه مدلدله كده، حركات غلط مع ظهر في الكافيهات. قاعد الكافيهات دي خطيره جدا. لو قاعد تاني نفسه وكده، لو مش قاعد قاعده قاعد مظبوطه يبتدي يعني. فست البيت اللي بتشيل الانبوبه ده ازازه الميه، قاروره الميه اللي بتترفع فوق دي، دي تقيله، دي 18 لتر يعني 18 كيلو. فدلوقتي ابتدوا يعملوا ايه، قارورات ديسبنسر ميه تحطها من تحت عشان ما تبقاش ترفع، يعني هترفع 18 كيلو كل يومين ثلاثه ده عاوزه واحد رياضي. تلاقي بقى يعني ست بيت عاديه خالص وتقول لي انا برفعها كل يوم، طب مش عاوزه تتعبي، ما بترفعها غلط وملهاش ايد كمان ازازه، يعني حاجات بقى ورا بعضها كده، دي حاجه تقيله جدا. يعني انا عمري ما احب اشرب من الحاجات دي. لا هو دلوقتي في اجهزه نفس الديسبنسر حطها من تحت عشان هم عارفين ان ده بيسبب الم الغضروف، ما تجيبوا ازاز ماء صغيره وخلاص. لا ممكن طبعا طبعا اسهل. اعراض الغضروف العنقي واعراض الغضروف القطني. نبدا بالعنق. بالعنق العيان بيجي يشتكي من الم في الرقبه، ينزل على الكتاف من ورا وينزل على ايده، يعني شايف الصوره دي الحته الخضراء اللي في الصوره دي، ده مكان الاعصاب اللي نازله على الايد، والعين يقول لك بقى انا بحس بتنميل، احس بسقوعيه، احس ان صبعي بتورم، احس بكهرباء تنزل من فوق لتحت، ده معناه ان الغضروف داس على العصب. لازم يتعالج، لازم انا عرفت السبب لازم اعالجه بنفس الطريقه. فيقول لك انا بحس ايديا تلج، ممكن بقى في الحته الاصعب شويه ايده يحصل لها شلل، ممكن مشيته تختلف، يقول لك انا بمشي بترنح وانا ماشي من كتر ما الغضروف كبر وابتدى يدوس على الحبل الشوكي كمان، كل دي اعراض للغضروف العنقي. فطبعا ده اعراض مهم. القطني بيصيب المنطقه اللي تحت، فهتبص برضو على الصوره دي، المنطقه اللي هي رجل العيان ده بقى مكان عرق الناس، الحته الحمراء دي، الام الحمراء دي. ده يعني وصف تفصيلي للعيان، يقول لك هو ده الوجع اللي بيجي لي انا عندي ده، لان الغضروف القطني دايس على الاعصاب اللي عامله الضفيره العصبيه اللي نازله على رجله، او المنطقه اللي فوقيها الظهر، يقول لك انا ظهري يمين وشمال منطقه الحزام بتوجعني. الستات تيجي تقول لي انا بحس ان ظهري مفصول نصين، ده جمله الاول وانا قبل ما مقسومه من الظهر، مقسومه تقول لي انا ظهري، ولا زي ظهرك مقسوم نصين، بعد شويه فعلا هو احساس بيجي لهم ان ظهرها مقسوم نصين، وتقول لاهلها يقول لها ما فيش حاجه اسمها كده، لا هي فعلا حاسه بكده. وكمان لو الغضروف ده زياده يبتدي العيان يجي له متحكمش في البول،
تحكمش في البراز، زاد بقى زياده قوي يبقى في سقوط في الادم ويبتدي يجر رجليه العصب الحركي نفسه الحركه بقى، لان ده شكل عرق النساء وهو نازل على الرجل والغضروف دايس عليه والعين بيجي يشتكي. الوصف اللي انت حضرتك شايفه ده تمام، صاروخ في الرجل، صاروخ كهرباء، تنميل، كرامبات، سيخ حديد مرشوش، كل الحركات اللي بتعملها الاحساس العين ممكن يشتكي بيها بتنوعها بقى، يعني سقعية بتاع كده. العين بيجي نلجأ الى التشخيص، ايه ادوات التشخيص بالنسبة؟ زي اي مرض في الدنيا نمرة واحد الفحص اكلينيكي، بناخد هيستوري من العيان وتاريخ مرضي، وصف الالم فين، وابقى دقيق جدا في وصف الالم. يعني في ناس تاخد التاريخ المرضي ده بسهولة، انا بقعد مع العيان شوية كتار اقول له، يقول لي معلش يا دكتور اديني وقت، اقول له خد وقتك من اول ما ابتدى المرض احكي. وصف المرض مهم جدا، الالم فين ووصفه ودرجته وبيجي ازاي وروح امتى، ده حته مهمه قوي. نمره اتنين الاختبارات اللي ممكن تتعمل، تقدر تتني ظهره بطريقه معينه، ترفع رجله بطريقه معينه، تقدر تشخص. بعد كده بقى رسم العصب، انا ممكن اعمل رسم عصب واعرف العصب متاثر فين، في جدره من فوق ولا متاثر مثلا من عند الساق من عند الركبه، ولا في الايد متاثر من عند الرزغ، تقدر تفصل. وبعد كده بقى الرنين، ادي صوره رنين واضحه. ميزه الرنين انه بيبين الخلايا والتيشو او كل التفاصيل بدقه، يعني الغضاريف اللي فوق هي لونها ابيض، قلبها ابيض، دي غضاريف سليمه تماما. تنزل الغضروف ما بين الفقره الخامسه والاولى العجوزيه الاسود ده خارج من مكانه ولونه اسود. الرنين هنا بقى دور رائع، دور فظيع، ان يقدر يبين ايه اللي حصل بالظبط. فده من الحاجات القيمه جدا ان احنا نلجا ليها. تقدم علاج مثل هذه المشكله تقدم كبير، ولذلك سؤالي عن الاحدث، احدث الطرق دلوقتي. يعني طبعا التقليدي ان انت تعمل جراحه او علاج طبيعي او في بعض الحالات، في بعض الحالات، ولكن الجراحه ليها مشاكلها. العيان بيخاف، اعمل جراحه احط مشط في ظهري، ان انا سمعت فلان عملها واتشل، سمعت فلان عملها والالم رجع له ازيد. وفعلا هي عمليه مش سهله، العيان بعدها بيقعد 3 4 شهرين 3 4 قاعد راقد في السرير ولابس حزام، او في لو قالوا له في رقبه يبقى لابس رقبه. دلوقتي طب انا مشكله الغضروف دايس على العصب، طب انا في احدث بقى حاجه طالعه ان انا ممكن اوصل لقلب الغضروف بجهاز التبخير، وده نوع من انواع اجهزه تردد حراري، اقدر اوصل بابره تحت اجهزه، ده الجهاز اهو، ده جهاز تبخير الغضروف، نقدر نوصل بابره رفيعه جدا ونوصل جوه قلب الغضروف بدون ما نشيل الغضروف، بدون ما نشيل الغلاف الخارجي اللي هو الباين بنفسجي ده، انا بشتغل على النواه بتاعه الغضروف. ده يحافظ على الاستابيليتي، الثبات بتاع الظهر، ما يحتاجش يركب مسامير. الصوره دي مبينها، هذه السلاح داخل جوه قلب الغضروف العنقي، العين صاحي واخد بنج موضعي، ما فيش جرح في رقبته، لان العمليات دي بتتم بابر بدون جراحه بدون مشرط. العين صاحي بيقعد يسمع معايا اغاني في العمليه دون جراحه، اللي يشوف ظهره ده جهاز تردد حراري اهو، العيان يبقى قاعد يقول لك انا مش متخيل ان انا عملت عمليه. وطبعا هو ده التقدم، هو ده التكنولوجي، هو ده اللي المفروض الناس تسعى للجديد في كل حاجه. ده ابره التردد الحراري على جدر العصب اللي لونه اصفر ده، لان الغضروف كان دايس عليه، تلاقي العصب يهدى والالم يخف والعيان يقول انا بقيت كويس جدا وما احتجتش جراحه. ابتدت حتى كتير من الجراحين يقول لك طب انا اعمل جراحه ليه؟ وفي حالات لا تستدعي جراحه، ما جايبه نتيجه، الم شديد لكن لا تستدعي جراحه. وبعدين بنقول يعني كان يوم ممكن اروح شغلي بعد يومين، اروح شغلك بعد يومين، طب ممكن اقف في المطبخ؟ واحده ست تقول لي يعني ممكن اعمل اكل تاني يوم؟ لا اقف في المطبخ، اخش الحمام ازاي؟ عادي امشي على رجلك. لا طبعا التقدم دوت له شرط مهم، اولا توافر الاكويبمنت والتدريب، التريننج بتاعها بياخد وقت، ده رقم واحد. رقم اتنين تحرك المريض في الوقت المناسب حتى يستفيد اقصى استفاده. ممكن يتحرك في التوقيتات المتاخره شويه ويستفيد، لكن كل ما يتحرك مبكر هيستفيد بشكل اكبر. طبعا يعني حضرتك بتقول فعلا هي محتاجه تدريب ونعلمها، بنسميها كيرف اوف ليرنينج او منحنى التعلم. منحنى التعلم، ان المريض لما يروح للدكتور، الدكتور بقى لازم يكون متمكن، لان انا يهمني النتيجه،
انا ممكن اعمل شات ابر في ظهر العيان وعايز حاجه زي كده. وجودتك معانا نورتنا وكالعاده ابهرتنا. الله يخليك. القيمه العلميه الكبيره وسوبر ستار عالم علاج الالم الاستاذ الدكتور هشام العزازي استاذ علاج الالم التداخلي والعمود الفقري بكليه الطب جامعه عين شمس. نور الدكتور، خليكوا دايما معانا. نورت يا دكتور هشام. الله يخليك. مع الدكتور اهلا بكم. من الحاجات اللي ممكن تاثر على سنان شكير على فكره يعني. المهم خلينا نقول ان في اربع حاجات غير معتاده او غير متوقعه تاثر على السنان وتاثر على او من خلال الاسنان ممكن تاثر على الصحه العامه. تخيلوا ايه؟ عدوا معايا. اول حاجه شرب المياه الغازيه الدايت. عملوا دراسات كتيره جدا وجدوا ان المياه الغازيه الدايت من اخطر الاشياء اللي بتسبب لخلخة السنان وضعفها والتأثير عليها اللي بيؤدي في النهاية إلى فقد السنان. دي واحدة. حاجة تانية إنه الغطس لفترات طويلة وبطريقة غير احترافية يمكن أن يؤثر أيضا ويسبب تلف الأسنان، لأنه مع الغطس بيؤدي الغطاس أساسا كل غطسة وهو عامل انقباض في الفكين بشكل انفولنتري أو بشكل زايد عن اللزوم، بيزود الضغط على الفكين. فمع الغطاسين المحترفين اللي بيغطسوا لفترات طويلة وفي أعماق عنيفة بيزيد الضغط على الفكين أكتر وأكتر، وبالتالي الأسنان تتأثر كثيرا. طبعا اللي بيحب الغطس هيضايق قوي من الكلام ده. حاجة تانية كمان إنه فرشاة السنان ممكن جدا تكون مصدر خطير جدا للعدوى والمشاكل في اللثة، وتنقل فيروسات، تنقل انفلونزا، تنقل فيروسات اخطر من الانفلونزا بقى بكتير زي الفيروسات التهاب الكبدي الوبائي. فعشان كده لازم كل واحد يكون له فرشاه سنانه لوحده، وما تكونش محطوطه كده في نفس البوكت بتاع كل الفراش فرشاه الاسنان التانيين. يعني يا سلام كل واحد له نفس فرشه السنان بتاعته، كل واحد منقي لون المنقي مش عارف ايه، وكلهم حاطينها في كوبايه واحده فكلهم لازم في بعض. يا سلام، طب ما انت كده الفيروس لو جه على واحده منهم هتنقله للتاني عادي جدا يعني. فالحاجه الاخيره بقى اللي بتاثر على السنان، ودي حاجه غريبه جدا، انه لو ان الرضاعه لفترات طويله يؤدي الى مشكله خاصه بتسوس الاسنان. الرضاعه الاكثر من سنتين يخلي الطفل عرضه اكثر واكبر للاصابه بتسوس الاسنان. اربع حاجات مش متوقعين، ناس كتير ما تعرفهمش، لكن الاربعه موجودين والاربعه مؤثرين جدا جدا. هزود لكم حاجه خمسه بقى، حاجه خمسه في منتهى الخطوره. من ضمن الحاجات المخيفه اللي الناس بتعملها كتير قوي انهم بيستخدموا الخله، والخله دي خطره جدا. الخله اللي هي الخشبه، حته الخشب، طبعا فيها انواع كتيره دلوقتي منها، ويقعدوا يعملوا بيها حفر او يستخدموها في الفروقات بين سنانهم. دي من اكثر الاسباب اللي تسبب فراغات في الاسنان وتزيد من مشاكل اللثه بشكل اكيد، وقد تكون بقى مصدر عدوى رهيب، لانه في ناس بتعمل بالخله وبتحط الخله في جيبها. دي ناس وحشه قوي 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 يعني قوي. ايه ده؟ ايه اللي انا قلته ده؟ تعالوا نبدا النهارده حوارنا مع ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع في هذا المجال، وبيعجبني جدا اسلوبه، حكاياته حكاء رائع جدا ليوميات طبيب أسنان، يوميات مهمة جدا في عالم انقلبت فيه الثقافة من مجرد أن أنا بروح في الإمرجنسي بس في الطوارئ في الألم، إلى أن أنا هروح لغير الألم كمان. أنا ببحث عن ابتسام، أنا ببحث على أنه أنا فاهم كويس جدا على أنه الأسنان بتكمل جمال وجهي، فأنا ببحث عن بقية الأجزاء اللي في وشي اللي محتاجة تجميل اللي هي مهمة جدا اللي اسمها الأسنان أو الفم. تعالوا نشوف النهاردة حوار مثير مع ضيف العزيز، واحد من نجوم هذا المجال، الأستاذ الدكتور كريم مكادي. أنا لازم أروح لدكتور الأسنان عشان أعرف إيه مشاكلي. الزراعة دلوقتي تمت بسلام، يعني خلاص أنا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس إن هو خايف ياكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزراعية. لا، القولون المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم. دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو ياكل لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته ويستطعم الاكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف ان المكان ده هيعمل لك الحاجه اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الاسنان وجراحه الوجه والفكين، عضو كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان.
ضيفي العزيز الاستاذ دكتور كريم مكادي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور. عجبك الغطس؟ انت غطاس اساسا. انا غطاس اساسا. انا معايا شهادتين غطس والمفروض بعد كده هبقى ماستر غطس يعني. كمان انا الناس من اعز اصدقائي غطاسين يعني غطاسين بارعين يعني. انا بفتخر طبعا استاذنا الاستاذ دكتور جمال سامي ده استاذي وده من اهم جراحين القلب في العالم يعني. ده غطاس محترف فعلا. اصل الغطس ده يعني اكتر حاجه بتغسل الدماغ على الاخر. اي نيجاتيفيتي اي حاجه انت بتشوف عالم تاني، بتشوف دنيا تانيه، بتشوف كائنات مختلفه الوان، بيخليك تطلع بني ادم تاني. فالعالم ده اي دكتور اي حد بيشتغل مهنه فيها ستريس عالي بيبقى حلو جدا ان هو بيبقى بيمارس رياضه زي دي. بالنسبه للغطس مع الاسنان انا عجبني جدا حضرتك يعني. يعني فكره ان الاسنان. تعرف انا عمري ما غطست في حياتي؟ لا ده لازم. انا كبيري حمام السباحه بغطس لما يعني بغلط يعني. ده انا حتى ساعات بنزل حمام السباحه واحرص على اني ما اتبلش يعني شعري نفسه ما يجيش عليه ميه. والله يعني زين واقف في حمام السباحه يعني انت عارف انا العوم يعني مش حريف بس الغطس مش لازم يبقى سباح عالي على فكره. ده فعلا الغطاس مش لازم يبقى سباح جامد والله. لان هو معظم الحاجات هي بيعتمد على الفيست بتاعه وعلى معادلات الضغط بره وجوه جسمه. هي فمش لازم يبقى سباح جامد قوي على قد ما يكون فاهم فكره الضغط وتاثيرها على جسمه. فممكن ياثر على السنان طبعا جدا بشكل جامد جدا، وخصوصا لو هو مش فاهم فكره الضغط على جسمه وما بيعملش الستوبس اللي المفروض يعملها. الناس اللي بتغطس اعماق عاليه اللي بيكسروا ال 27 متر لازم وهو طالع تاني بيبدا يعمل ستوبس عشان يبدا يعمل ريليس او ايه ستوبس دي يعني. ستوبس يعني بيطلع يقف على عمق اقل. يعني ما يبقاش في العمق بتاعه، يطلع على عمق اقل قبل ما يطلع بره الميه. لازم يقف شويه 5 دقائق وليها حسبه معينه عشان خاطر يبدا الضغط يخف واحده واحده من جسمه. لان تحت بيبقى كل حاجه مضغوطه، كل الاوعيه الدمويه كل حاجه مضغوطه. لا ما احنا عندنا سؤال في الحته دي اللي هو سؤال لو طلعت مره واحده كغطس الهازارد اوف دايفنج. طبعا في ناس بتموت، في ناس بتنفجر الرئه بتاعتها. نفس الكلام ده، ما هي فكره اوعيه دمويه. ما احنا عندنا اوعيه دمويه جوه اعصاب جوه السنه نفسها. في الحته اللي فيها الاعصاب والاوعيه الدمويه بتاعتها. فاحنا لما بنطلع فجاه كل الكلام ده تغيير الضغط بيبوظ الاوعيه الدمويه تاني. تاني حاجه الماوس بيس بيبقى الناس اللي هي مش محترفه قوي المشدوده وهي نازله تغطس يبقى عاضد او جازز قوي على الماوس بيس بتاعته اللي هي بتاعه الاكسجين بتاعته. فطبعا كل ده بيبوظ عضلات الفك والمفصل بتاعها. فلازم اللي بينزل يغطس يمرن نفسه ان هو ما ياثرش على الفك بتاعه والاسنان بتاعه ويعمل الستوبس المظبوطه، ولازم يبقى نازل مع محترف معاه. ايه ابرز المشاكل اللي انت دلوقتي بتشوفها في يومياتك؟ احنا دلوقتي هذا السيزون انا عامله يوميات. تحكي لي بقى الاسبوع اللي فات ده ايه اللي جرى في عندك في قبل ما احكي لحضرتك القصص دي برضو موضوع اللي حضرتك قلت عليه موضوع خله السنان ده من الكوارث اللي بتهدد السنان. ليه؟ وخصوصا ان هو دلوقتي اللي انا بقيت استغربه الناس حتى ما بتحطش خله سنان، بيبدا يطبق ورقه او دبوس او حاجه او كارنيه او كارنيه. كارنيه ده موضوع منتشر جدا. فالفكره ان كل ده بيعمل ابريجن في السنه، بيكسر في سطح السنه. دي حاجه. تاني حاجه بيعمل سبيسنج ما بين السنه والتانيه. فده كله بيخلي الاكل لما بينزل بعد كده بينزل زي السكينه يقطع في اللثه، وبالتالي بيخلي العظم يتاكل في الحته دي، وبالتالي تبدا الاسنان مع الوقت تتلخلخ. فاحنا اعداء خله الاسنان. واي حاجه بنسلكها كده فرشه سنان جميله جدا، ولو مضطرين الدنتال فلوس ده حل كويس جدا ماشي. بس لكن اي حاجه بندخلها عشان نسلك ده موضوع وحش جدا. طب ليه الانسان بيفقد سنانه؟ ليه الانسان بيفقد سنانه؟ احنا هنقول كلمه ده سؤال كده عارف سؤال عام جدا. عام جدا بس احنا سؤال مهم. احنا هنقول اهم حاجه فيه الاهمال. الاهمال هي بدايه كل حاجه، هو العدو الاساسي اللي بعديه بيترتب عليه كل المشاكل بعد كده. يعني انا بدايه ما بغسلش سناني تبدا الاكل يتحشر بين السنان، يبدا يتعفن، يعمل لي بكتيريا، البكتيريا دي تبدا تاكل في اللثه والعظم اللي حوالين السنه، تعمل لي احماض تاكل لي في سطح السنه اللي احنا بعد كده بنسميها التسوس اللي هي ممكن بعد كده توصل للعصب والكلام ده كله. ده اهمال. الاهمال ان انا ما اروحش للدكتور اعمل الكشف الدوري بتاعي ماشي، يعني عشان خاطر الحق اي حاجه من اولها. انا لو بروح للدكتور كل 3 4 شهور لو التسوس في اوله خالص الدكتور هيعمله مش هيبقى فيه اي مشاكل. ما سيبوش لحد ما يوصل للعصب وبعد كده يضرب العصب وبعد كده اخد انتي بايوتكس واخد مسكنات وبعد كده اسيبه برضو فالخراج يقلب لخراج حاجه اسمها خراج مزمن واللي بعد كده بيزنج. رافع عضه. رافع العضه ده بنستفيد من الميكانيزم
ده ان احنا بنبوظ الثبات بس بطريقه مدروسه بيتحط على الدروس الورانيه. بنبوظ، لا حلوه قوي الجمله دي، بنبوظ الثبات بس بطريقه مدروسه. بالظبط كده، فاهمها لي بالراحه بقى. هشرح لحضرتك. مش احنا قلنا كل سنه سند اللي قصادها وسند اللي جنبها؟ طيب يعني احنا لو عملنا سبيس ما بين السنتين وبعض اللي قصاد بعض، ايه اللي هيحصل؟ السنان هتطول. طب انا عايز اخف الحمل على المفصل واخليه اديله فرصه ان هو يرجع مكانه الطبيعي ويحصل له عمليه الشفاء الطبيعيه. اعمل ايه؟ ارفع العضه بمقدار من 2.5 ل 3.5 مللي. وبعملها ازاي؟ بحط حاجه بترفع على الاسنان الخلفيه وبتعمل لي السبيس اللي انا بقولها لحضرتك دي قدام، فتبدا الاسنان تطول بمقدار من مللي لمللي ونص فوق وتحت. ده بيترجم عندي في المفصل لريليس للفورس اللي معموله على الكارتليج. فمع الوقت بنخفف الضغط اللي حاصل على الغضروف خلفي. بالظبط كده. فمع الوقت اللي بيحصل الغضروف ده بيثبت في مكانه وتبدا الاربطه الالتهاب اللي فيها يروح وتبدا تتشد ويروح مشكله الطقطقه، وما نبقاش معرضين ان الغضروف بعد كده يتقطع ونخش في عمليه لتصليح الغضروف والكلام ده كله، ولا الفك يعلق ولا الكلام ده كله. دي من الحاجات اللي هي التقنيات الحديثه جدا. احنا بنحاول نحافظ على مفصل الفك ونتفادى اي جراحه. ليه؟ لان دي الحاجه بتاعت ربنا، مفيش مفصل بيرجع تاني زي ما ربنا خلقه. واللي يقول كده انا مش موافق على الكلام ده. الحاجه بتاعت ربنا هي الاساس دايما. طيب في ناس بتفقد سنانها بالكامل. طبعا دي بقى مشكله. مثلا مريض سكر كتقدم في السن لسبب مش مفهوم اهمل جدا زي ما انت قلت. الراجل ده بيبقى عنده او الست دي بتبقى عندها حاله ياس، وساعات بيحصل في سن مبكره. يعني طيب انا شفت السن المبكره دي، شفت في سن 40 سنه و37 سنه ما عندهمش ولا سنه. بيبقى ايه اللي حصل؟ وكمان ما عندهمش سكر ولا اي امراض عضويه. بيبقى ايه اللي حصل اساسا؟ هو اهمل، راح لدكتور بتاع حشو وخلع، فالدكتور خلع له السنه اللي بتوجعه واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه، خلع الاسنان كلها، بداوا يعملوا الاطقم المتحركه اللي هي طبعا زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده ان هي بتبدا تخلي العظم اساسا يتاكل، غير فكره اساسا ان العظم اساسا حافظ على حجمه ده بسبب الاسنان اللي جواه. فانا شلت السنه وحطيت له حاجه قاعده بتعمل بريشر على العظم بشكل معين، فالعظم عمال يتاكل. فتجيلي مثلا عندي واحده لسه جايه لي الاسبوع اللي فات عندها 40 سنه وخلع بقى لها سنتين ثلاثه كل اسنانها وماشيه الطقم متحرك وعظمها قليل للزراعه. طب هل دي يعني هو طبعا حرام اللي حصل فيها وحرام اللي نصحها بالكلام ده كله، بس هل هي مش من حقها انها ترجع باسنانها تاني كامله؟ لا طبعا من حقها. وخصوصا كمان هل مش من حقها ان هي تدوق الاكل بالطريقه اللي احنا بنستطعم بيها الاكل؟ ما احنا عندنا الاطقم المتحركه دي بتغطي السنسرز بتاعه الاكل. احنا عندنا زي ما احنا هنا شايفين ده يسري، ده يسري. يسري ده مش كبير برضو، ده حاجه 40 سنه فقد اسنانه العلويه كلها، وبدانا نزرع له عظم مع الزرعات بتاعته وبعد كده حملنا له اسنانه زي ما احنا شايفين فوق هنا. يسري كان من ضمن التحديات بتاعته ان هو لف راح في كذا حته، قالوا له انت العظم اللي تحت الجيب الانفي قليل جدا، مش هنقدر نعمل لك العمليه دي. فطبعا يسري طبعا كان عنده حاله ياس لحد ما جالنا الحمد لله، بدانا رفعنا له الجيب الانفي، نرفعه دلوقتي كلوزد، مش بنحتاج نعمل جراحه كبيره عشان نرفع الجيب الانفي، بنرفعه من المكان اللي بنحط فيه الزراعيه وبنحط عظم وبنحط الزراعيه بتاعتنا، وبيقدر الزراعيه تبقى عندها ثبات عالي جدا ويقدر يزرع في المنطقه بتاعت الجيب الانفي اللي نازل. هنشوف حاله دلوقتي برضو من الحالات اللي يعني برضو الحالات دي تبقى جايه نفسيا محتاجه سبورتيف جامد. طبعا جدا ده جدا، وخصوصا ان هو ما بيبقاش عنده ثقه في نفسه ان هو يقعد يتكلم مع اللي قدامه ومش عارف يتعامل. زي كده. الحاله دي هو وبعدين بصوا برضه انتوا ده جاي انتوا اللي عاملين الحكايه دي بقى عندكم بقى مكادي سنتر اللي عامل كده، انتوا حاطين الصورتين فوق بعض على طول. لازم دي لينا وللمريض، لازم يبقى عارف هو كان فين وبقى فين. ايوه ماشي، بس انا كان نفسي تشويق. ليه؟ انا نفسي اشوف الصوره الاولانيه دي انا يعني هتعمل ايه فيها؟ بصلها يا نهار ابيض، ودي تعمل فيها ايه؟ وبعدين تفاجئني بجمال الصوره، بصراحه جميله جدا، وانت مصور فروم نير فيجن يعني مصوره وناتشرال، يعني مصوره قوي قريب جدا ناتشرال جدا. يعني انا عجبني قوي انها ناتشرال يعني طبيعيه. عايز اقول لحضرتك على حاجه، الصوره الاولانيه لو حضرتك لاحظت ان الجذور لسه موجوده. دي نقطه انا عايز اتكلم فيها. في ناس بقى بتعمل ايه؟ جات لي قريب هي دي نفس الحاله؟ لا دي حاله ثانيه. حاله ثانيه. طب دي نفس الحاله. زي ما احنا شايفين فوق هو في جذور موجوده. كان راي المريض لما جه وسالناه قلنا له انت ليه سايب الجذور دي؟
قال لك انا سمعت ان احنا لازم نسيب السنه في مكان عشان تحافظ على حجم العظم. طب كويس جدا. لا مش كويس خالص. ليه بقى؟ لان السنان دي كلها العصب بتاعها تعفن وعمل بكتيريا تحتيها. البكتيريا دي عملت بريشر على العظم اللي اشتغل بفكره الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي اللي احنا قلناها في الاول. فاكل نفسه وعمل اوضه، الاوضه دي فيها صديد، يبدا الجسم يبعت حاجه اسمها ايبيثيليال سيلز عشان يوقف يعمل كنترول للعظم اللي بيتاكل ده. اللي لما بتكتمل ايبيثيليال سيلز دي بطانه الاوضه دي، ده بنسميه ايه؟ ابسس. لا سيست. هنا بقى سيست ماشي، ما السيست اللي هو الكيس الدهني. هو الكيس الدهني اللي هو بيتطور بعد كده، ممكن يقلب ابسس. ما هو ابسس ده في الاول اكيوت، في كرونيك، في سيست. في السيست ده بقى بيبدا يتطور من انفكتد، يوصل اخر حاجه فيه لحاجه اسمها كيراتوسيست. كيراتوسيست ده بيتسمى كده عندنا سيست لايك تيومر، يعني يعامل معامله الاورام. ليه اوصل لكل ده؟ عشان سايب سنه هياكل في العظم بعد كده ويكبر ليه بيتسمى كده بقى؟ عشان بيكبر بحاجه اسمها فينجر لايك بروجكشنز، بيكبر بشكل صوابع داخله في العظم. فمهما بيتشال بيتبقى منه جزء، عشان كده لازم بيتشال بسيفتي مارجنز، عشان كده لازم يعامل معامله. طب انا كل ده عشان انا سيفتي مارجن؟ يتشال بسيفتي مارجن يعني، معلش احنا قلنا انجليزي النهارده اوكي انجليزي اترجم انا. كلمه ورم، حاجه سيست اهي هتشال كانها ورم، فيتشال حواليها. هي مثلا وليكن واخده 3 في 3، لا لما انا اجي اشالها بقى هشيل بمساحه 5 في 5. مظبوط كده، يعني ازود كمان 2. استأصل إيه؟ استأصل بقى كمان في النسيج الطبيعي السليم عشان أأمن نفسي، لأنها هي متوغلة بصوابعها جوه هذا النسيج. كل حتة صغيرة تعملي كيس دهني تاني، تاكلي في عظم تاني، فلازم تتشال مظبوطة. حلوة قوي الحالة دي كمان. كل ده يعني ليه بقى؟ عشان احنا سيبنا السنة تعمل كل ده وما وقفناش قصادها. ده دي فكرة زراعة الفك بالكامل، دي أنا من المواضيع اللي أنا بعشقها. فكرة إن المريض ما بياكلش أي حاجة، ما بيدقش أي حاجة، مش عايش، وتقال له انت من حقك تعيش بسنانك لحد اخر يوم بعمرك. ونعمل له الكلام ده ويخرج بالشكل اللي تحت ده. لا رائع جدا. كم زرعه دول؟ دول كانوا 8 فوق و8 تحت تقريبا. الحاله دي بقى لها فتره اصلها 3 4 5 8 فوق و8 تحت. هي نفس الحاله بالظبط. هي نفس الحاله. رائعه جدا. وانا اللي عجبني قوي فكره الناتشراليتي، وطبعا البايت انتوا الفتوا هنا بايت بقى. دي قصه تانية خالص بقى. هنا ما كانش فيه اساسا بايت موجوده بالظبط، بس احنا بنقدر بقى مفيش عضه يعني، بنقدر ندور على شكل البايت اللي المفروض هو يكون عليها. بنبدا نخليه يعض بطريقه معينه، بنقول له يرفع لسانه في سقف حلقه لورا، فبيبدا الفك. طبعا زي ما حضرتك عارف لما بيكونش فيه اسنان، ما بيبقى اسنان ما بيبقاش فيه جايدنس للعضه بالنسبه للمريض نفسه مش لينا احنا بس، فبيبدا الفك يرتخي وينزل لتحت، يبقى هو بيعض على ضراديره بطريقه مش مظبوطه. فبنخليه يحط يرجع لسانه لورا قوي، ويبدا معاه احنا نعلمه العضه عشان نعرف شكل عضته في الاخر هتبقى عامله ازاي. وبنبدا نستخدم هنا بقى بيخش بتوع اللي هم الريموفبل بروسيسز، اللي هم الاطقم المتحركه، احنا هنا بنستخدمها في الحته دي بقى عشان نرسم العضه، نالف العضه عن طريق الناس اللي هم متخصصين في الاطقم المتحركه، لان هم دول اللي بيرسموا لنا، بيحطوا الاول حاجات زي شبه اللثه بتاعه المريض فوق وتحت، ويبدا يرسم لي العضه المفروض تبقى في الحته دي. والكمبيوتر بقى بعد كده السارك بقى والسمايل ديزاين بقى يبداوا يتدخلوا في الموضوع ده كله، ويخرج الموضوع في الاخر ان هي العضه تبقى مظبوطه والمريض ما يبقاش متضايق وياكل كويس جدا. دايما دلوقتي بتوجه كتير من الناس انهم يسمعوا انهم محتاجين عضل، محتاجين تقول لهم ان انت محتاجين عضل. مظبوط. الحاجات دي بالنسبه للجيل دي تخوف جدا. يمكن الجيل الجديد عادي يعني، لو هو اعتقد انه حط باش عضل يا سلام احنا لكن هتيجي تقول لواحد انت محتاج عضل هينهار، وهينزل بقى عظم ايه اللي هحطه وهجيبه منين، وانا عندي عظم، انا عندي هشاشه. اي حد هيتكلم كده. فعايزين نفهم بس الناس ايه حكايه عظم هتحط، عشان الكلمه دي على فكره صعبه برضو على دماغ الناس. خلينا نقسمها لسيفير كيسز وكيسز اقل من السيفير شويه. في الكيسز اللي اقل من السيفير شويه بنقدر ان احنا عن طريق في عظم صناعي دلوقتي بيبقى امبولز كده بيبقى فيها باودر ماشي، دي بتتحط في العظم مع البلازما اللي احنا بنسحبها من المريض. البلازما دي موضوع مهم جدا، البلازما دي فيها عناصر النمو والشفاء، وبنحط عليها البي ار اف بتاعتها ونقفل على الكلام ده كله باللثه، بتكون لنا اماكن تكون عظم جديد. يعني هي بتبدا تمسك في نفسها وتبدا تحفز العظم في الحته دي كلها انه يبقى حته واحده هي مع العظم الاساسي بتاع المريض. ده في الحاجات اللي هي اقل من سيفير شويه.
طب لو انا عندي مثلا حد عنده كلافت مثلا او عندي حته جزء ديفكت كبير في العظم، احنا بنعمل ايه مع الناس دي؟ هنا بقى اللي بنضطر ان احنا ناخد عظم من جسمه، سواء من الحوض او الرب او حاجه زي كده، بنبدا ناخدها ونثبتها في مكانها بشرايح ومسامير. اللي بعديها بكام شهر، ست شهور، بنبدا نحط فيها الزرعات بتاعتنا ونقدر ان احنا نرجع له المضغ بتاعه. بس دي بتبقى كيسز قليله جدا. معظم الشغل دلوقتي شغال بالعظم الصناعي اللي هو الباودر، اللي هو بنحطه وبعد كده نسيبه شويه وبيبقى ماسك كويس وبتبقى الدنيا كويسه جدا، نتائجه هايله جدا. يعني لا، عايز اروح للاشعه المقطعيه. الاشعه المقطعيه دي مهمه جدا، اختراع جدا، مش رفاهيه خالص في زراعه الاسنان. لا أساس. انا 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 متحمس جدا انه من كتر ما بشوف مشاكل لناس زرعه من غير اشعه مقطعيه، زرعوا بانوراما بس. في ناس بتعمل كده لحد دلوقتي؟ اه، بيدفعوا تمن. طب بيشوف جداً. بيشوف جوه ازاي يعني؟ البانوراما دي 2D. اه 2D. ماشي. يعني صوره. العمق بتاعها فين؟ قال لك انا بالخبره. بالخبره. اوكي. عن طريق ان هو بيمسك اللثه. عارف. طب يعني. ولو هي كيراتينايزد، يعني الكيراتينايزيشن فيها عالي، هيبقى ايه؟ ده في ناس يعني اللثه بيبقى سمكها لوحدها واصله ل 3.5 و4 مللي. في ناس، في حالات لما بنفتح بيبقى السمك بتاعها كده. فاحنا بنحدد ازاي سمك العظم بالنظر كده اهو. مستحيل. الاشعه المقطعيه دي هي اللي بتبين لنا الفاين ديتيلز. هي بتعمل لنا ايه؟ هي بتقطع لنا العظم ترانشات صغيره، وبعد كده بتخلينا نمسك كل حته عظم لوحدها. هنا دي الاشعه المقطعيه، واحنا بنستخدمها عشان نحدد مكان الزراعيه. بتفرحني الصوره دي جدا. دي من احلى الفيديوهات اللي احنا بنشوفها. بتفرحني. طبعا. بنبدا نقطع العظم لشرايح صغيره ونشوف طول وسمك وعرض العظم قد ايه، زي ما احنا شايفين في الصوره اللي فوق. بنحدد، بنعمل يعني بنسنتر او يعني نخليها سنتريك يعني في النص للزراعيه نفسها، عشان نشوف العظم هيبقى حواليها عامل ازاي وميولها عامل ازاي. ده اللي بيسبب نجاح الزراعيه، ان انا ما يبقاش في عظم قليل حوالين الزراعيه. دلوقتي بقينا نربط بقى الكلام ده بالسيرك والسمايل ديزاين والكلام ده. بقينا نحدد اساسا، يعني احنا عندنا حته عظم كويسه، طب انا هختار انهي حته فيهم بالظبط؟ يعني ايه النقطه بالظبط اللي انا هبدا فيها؟ بنبدا نشوف شكلها في الاخر جماليا هيبقى ايه. ده بقى دخول الاثنين مع بعض، بنحدد عن طريقه حته العظم مع حته الجمال. ففي الاخر توصل ان انت زرعت زراعيه حطيت عليها السنه او الطربوش او التركيبه الثابته بتاعتها بشكل جمالي الطبيعي بتاعتها بالسنان المرصوصه، اللي في الاخر ما حدش هيعرف ان انت مركب اي حاجه. اذا الاشعه المقطعيه لن تكون لا غنى عنها. لا غنى عنها. الاشعه المقطعيه دي بتبين لي مكان الجيوب الانفيه، بتبين لي الاعصاب اللي ماشيه عامله ازاي في الفك السفلي، اللي مش متوقع بالظبط كده هو. يعني الكلام ده كله هيشوفه ازاي في البانوراما؟ صعب قوي. الاشعه المقطعيه لو احنا شفناها يعني هتفيدنا في حالات هنشوفها دلوقتي، يعني برضو هنربط بين الاشعه المقطعيه وبين هذه الحالات. الحاله دي من اهم الحالات اللي احنا بنتكلم فيها هنا، زراعه العظم. لو حضرتك بصينا فوق هنا، ده علاج عصب مش مظبوط. ادى الى ايه؟ احنا كنا قلنا في الاول لما بيحصل باس تحت وبيتساب بيبدا العظم ياكل نفسه. العظم متاكل من فوق تماما بسبب العلاج العصب المش مظبوط. طيب المريض ده جاي السنان دي كلها او التركيبه بالسنان كل ده بيتلخلخ رايح جاي بشكل مهول. طيب راح لف، لا مستحيل نزرع لك، انت عندكش عظم خالص. وقالوا له احنا هناخد لك حته من الحوض عشان نركب لك الزرعات دي. ده حل موجود، بس انا ليه دايما اخش الحته الصعبه ان انا افتح حتتين عشان احط العظم من حته لحته؟ لا، اللي تحت احنا عملنا ايه؟ حطينا الزرعات بتاعتنا بشكل معين وحطينا معاها العظم الصناعي بتاعنا. لو حضرتك بصيت هتلاقي ان العظم فعلا بدا يتكون. الاشعه اللي تحت دي بعد شهرين ونص من وضع العظم بتاعنا، بعديها بشهر ونص تقريبا قدرنا نحمل. وفي صورة تانية احنا حاطينها دي بتبين لنا قبل وبعد الحالة كان شكلها عامل ازاي. هتظهر معنا ده اهي. يعني هو ده بعد ما احنا حطينا العظم ده فوق يمين، بعد كده ده بعد ما ركبنا رؤوس الزراعات بتاعتنا، وتحت ده الشكل النهائي بعد ما خلصنا الأسنان بتاعتنا. خليكوا دايما مع الدكتور.